حلقتنا النهاردة من الحلقات المهمة، لأننا هنتكلم عن الهيستامين وهنعرف كل شغل الهيستامين على الأعضاء المختلفة في الجسم. كمان هنتكلم عن الأدوية المضادة للهيستامين، أدوية بتقفل الـ H1 receptors، وهنقدر إن احنا نقسمها لأدوية سيداتيف وأدوية نون سيداتيف. وهل السيديشن ده ممكن يبقى مفيد في بعض الحالات؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة. مش كده وبس، لا، ده احنا هنقفل H2 receptors، وهنعرف ادويه مهمه جدا بتستخدم في البيبتيك ألسر. هنعرف كل المعلومات عن الادويه دي في حلقتنا النهارده. اتمنى ان الحلقه تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دشان حسن دشان، وجمعنا في حلقة جديدة من حلقاتنا اللي بنسجلها فارماتيوب من كتاب فارماجايد. حلقتنا النهاردة هي بداية شابتر جديد، شابتر رقم 3 لينا في الفارماتيوب، والشابتر رقم 3 اللي موجود في كتاب فارماجايد. الشابتر ده بعنوان اوتا كودز. الشابتر ده يا جماعة في دكاترة كتير في الجامعات بتهمل شرحه أو ما بتديش حقه في الشرح، ولكن هنعرف لما ننتهي من الشابتر ده إن ده موضوع مهم جدا كشابتر، وهندرس فيه موضوعات مهمة لازم إن احنا نعرفها في البيزك فارماكولوجي قبل إن احنا ندخل نتكلم على الكلينيكال فارماكولوجي. حلقتنا النهارده بعنوان هيستامين اند انتي هيستامينز. هنتكلم في الشابتر ده عن الهيستامين ومضادات الهيستامين، لذلك حلقتنا النهارده من الحلقات المهمه جدا، حلقه من الحلقات المهمه، لاننا هنعرف مركب مهم جدا موجود في الجسم هو الهيستامين. هنعرف ادويه كتير بتشتغل وبتقفل مستقبلات الهيستامين. الادويه دي بتستخدم على نطاق واسع جدا في الصيدليه، وموجود ليها اسماء علميه كتير، وكل اسم علمي ليه اسماء تجاريه كتير، فلذلك هي حلقه من الحلقات المهمه لاننا هنكتسب فيها خبره كبيره جدا في الادويه دي، وهنعرف الادويه دي ازاي بتشتغل. اول قبل ما نبدا حلقتنا النهارده، عايزين الاول نعرف هنشرح ايه في الشابتر ده، او ما معنى كلمه اوتاكويدس اللي هي عنوان الشابتر ده، اللي هنعرفه في اول سلايد معانا في حلقتنا النهارده. اول سلايد معانا هي هنعرف يعني ايه اوتاكويدس، وهنعرف بعد كده في تاني سلايد ايه الحاجات اللي هنشرحها في ايه الشابتر ده. اول حاجه معانا هي كلمه اوتاكويدس، هي كلمه يونانيه. لو جينا نفهمها نقسمها حاجتين، اول حاجه اوتوس معناها سيلف، اكوس معناها ريميدي، يعني معناها سيلف ريميدي، يعني حاجات بتتعالج علاج ذاتي. يعني ممكن نعرفها ان هي مواد كيميائيه بتخرج من الجسم علشان لو في مشكله حصلت في الجسم هي تقدر تعالجها علاج ذاتي لوحدها كده، تعالج المشكله دي. ممكن الشابتر ده يبقى ليه اسم تاني وهو اسم لوكال هرمونز، او ممكن يبقى ليه اسم اخر ثالث وهو اسم اكتيف سبستانس ان ذا بودي. يعني ممكن لو شفنا كتب او نيجي نبحث على النت هنلاقي الثلاث اسماء دول ممكن يبقى ليهم، الحاجات اللي هتدرس في الشابتر ده ممكن يبقى ليهم الثلاث اسماء دي. ممكن الحاجه دي يبقى ليها اسمها اوتاكويدز، او ممكن يبقى اسمها لوكال هرمونز، او ممكن يبقى اسمها اكتيف سبستانس ان ذا بودي. طب الحاجات دي بتشتغل فين على الجسم؟ بتشتغل على الجسم عامه، ولكن اشهر الحاجات اللي بتشتغل عليها في الجسم هي السموس ماسلز والجلاندز والنيرفز والبليتلتس، وطبعا بتشتغل على انسجه اخرى، ولكن دي اشهر الحاجات اللي بتشتغل عليها الجسم. يعني ايه كلمه لوكال هرمونز؟ علشان الناس ما تتلخبطش بينها وبين الاندوكراين هرمونز. الاندوكراين هرمونز اللي هي الهرمونات اللي هندرسها ان شاء الله في شابتر منفصل تماما يسمى الاندوكراين، موجود في الكتاب وهنشرحه ان شاء الله بالتفصيل في حلقاتنا القادمه. الشابتر ده بيندرج فيه هرمونات ما هياش الهرمونات، او المعنى اللي هو في حلقتنا النهارده اللي هو اللوكال هرمونز. ازاي نفرق بين الحاجات دي؟ احنا عندنا ثلاث انواع من الهرمونز يا جماعه عشان نفرق بين الحاجات دي. اول نوع هو الاندوكراين هرمونز، وما هواش موضوع حديثنا في الشابتر ده. الاندوكراين هرمونز عباره عن هرمونز بتخرج من جلاندز معينه في الجسم، الجلاندز دي بتفرز الهرمون في السيركيوليشن اوف البلاد ستريم، وتروح تشتغل على الريسبتورز بتاعتها او تشتغل شغلها على حسب الهرمون ده بيشتغل ازاي. ده بالنسبه للاندوكراين. عندنا نوعين تانيين من الهرمونز، نوع اسمه باراكراين هرمونز ونوع اسمه اوتوكراين هرمونز، والنوعين دول بيندرجوا تحت اسم لوكال هرمونز، ومن الاسم اللي هو لوكال هرمونز معناه انهم يشتغلوا لوكالايزد، يعني في مكان لوكال، في المكان المحيط بافرازهم او خروجهم. معنى ايه الكلام ده؟ معناه ان الباراكراين هرمونز بتخرج من خليه، بيخرج من خليه مجاوره، الخليه المجاوره دي بتفرز الهرمون ويشتغل على الخليه اللي جنبها عن طريق الريسبتورز الموجود عليه. ده اسم الباراكراين او معنى الباراكراين هرمونز. اما الاوتوكراين هرمونز معناها ان الخليه نفسها هي اللي بتفرز الهرمون، وبتبدا ان هي تشتغل على الريسبتورز الموجوده على الخليه نفسها، فلذلك سموه اوتوكراين هرمونز. الباراكراين والاوتوكراين هرمونز دول بنطلق عليهم اسم لوكال هرمونز، ودول اللي ممكن نسميهم ان يبقى الاسم يساوي الاوتاكويدز او يساوي الاكتيف سبستانس ان ذا بودي. ده بالنسبه للاوتاكويدز. اللوكال هرمونز ليها بعض الخصائص، ان هي ما بيحصلهاش ريليز في البلاد ستريم، ما بتتخزنش في الجلاندز، ما بتخشش جوه البلاد ستريم، او الاكشن بتاعها بيبقى في السايت اوف ريليز او
في المكان بتاعها، او بيبقى الاكشن بتاعها لوكالايزد اكشن يعني في المكان المجاور ليها. ده الخصائص بتاعت اللوكال هرمونز. تعالوا بينا نعرف ايه هي الحاجات اللي هندرسها في الشابتر ده، او ايه هي الاوتاكويدس اللي هندرسها في الشابتر ده. لا قبل ما نعرف يعني لازم نقسمها الاول، هنقسمها على حسب الكيميكال ستراكشر بتاعها. اول حاجه هي في حاجات اسمها دي كاربوكسيليتد امينو اسيدز، يعني عباره عن امينو اسيدز حصل لها عمليه دي كاربوكسيليشن، وهندرس فيها حاجتين مهمين جدا وهو الهيستامين والسيروتونين. دي من الحاجات المهمه اللي هندرسها في الشابتر ده. بعد كده هنتكلم عن حاجات بولي بيبتايدز زي الانجيوتنسين، وده من الحاجات المهمه ايضا، والبلازما كاينين والفازوبريسين والاتريال ناتريوريتك بيبتايد اللي هو ANB، والفازو اكتيف انتستينال بولي بيبتايد اللي هو VIB، والسبستانس B. ده من الحاجات اللي هي البولي بيبتايد اللي هندرسها ايضا في الشابتر ده. في الحاجات اللي هندرسها في الشابتر ده ايضا من الحاجات المهمه حاجات تسمى ايكوسونايدز اللي هي البروستاجلاندينز واليكوتراينز، ودي من الحاجات طبعا البروستاجلاندز لو تفتكروا شرحنا موضوعات ليها قبل كده زي البروستاديل اللي شرحناها في الحلقه اللي شرحنا فيها السيلدنافيل والفاردنافيل اللي هي الحلقه اتكلمنا فيها على الحاجات اللي بتستخدم في الايكتال ديسفانكشن. قلنا ان احنا يا جماعه هنتكلم عن البروستاجلاندينز بالتفصيل في شابتر بتاعها هو شابتر الاوتاكويدس لو تفتكروا الكلمه اللي انا قلتها دي. فهنا هو ده الشابتر اللي هنتكلم فيه عن الحاجات دي. فما ينفعش ان احنا نتكلم عن موضوع مهم زي موضوع الكارديوفاسكولار سيستم اللي هنتكلم فيه ان شاء الله في الموضوعات اللي جايه، ما ينفعش ان احنا نتكلم فيه من غير ما نعرف الموضوعات دي، من غير ان احنا ما نعرف يعني ايه انجيوتنسين، يعني ايه البلازما كاينين، ويعني ايه يعني الكلام ده كله لازم الاول ناسسه وناخده وندرسه في الشابتر ده. بعد كده هنلاقي الموضوعات ان شاء الله القادمه سهله جدا. حلقتنا النهارده هنبدا نتكلم عن اول واحد في الاوتاكويدس وهو الهيستامين. هنتكلم عنه الاول ونعرف الهيستامين ده بيشتغل لما بيحصل له ريليز ازاي، وبيشتغل على انهي ريسبتورز، وايه الفارماكولوجيكال اكشن بتاعته على الاعضاء المختلفه في الجسم. بعد كده هنبدا ان احنا نتكلم عن الحاجات اللي تقفل شغل الهيستامين، ودي من الحاجات المهمه جدا طبعا في حلقتنا النهارده. تعالوا بينا نبدا بدايه بالهيستامين. الهيستامين هو الديكربوكسيليتد امينو اسيدز. يعني ايه؟ يعني الهيستامين ده بيخرج او بيتصنع داخل الجسم، بيحصل له بايوسينثيسز من الهيستادين. الهيستادين ده من ضمن الامينو اسيدز موجود في الجسم. ازاي بنحصل على الهيستامين او بيحصل له بايوسينثيسز من الامينو اسيد الهيستادين؟ عن طريق عمليه ديكربوكسيليشن بواسطه انزيم اسمه هيستيدين ديكربوكسيليز انزيم، اللي بيشيل الكربوكسيل جروب اللي هو سي او اتش، بتتشال فبيبدا يديني الهيستامين. ده الهيستامين بيحصل له بايوسينثيسز في الجسم. طب ازاي بيحصل له ستورج؟ لازم ان هو طبعا لما بيتصنع بيتخزن. اول ما الهيستامين يا جماعه بيتصنع او بيتكون، الهيستامين بيتخزن او يحصل له رابيد ان اكتيفيشن، ممكن ان هو يتخزن، ولو اتخزن طبعا هيتخزن في خلايا وانسجه في الجسم، وممكن يحصل له رابيد ان اكتيفيشن داخل الجسم. الهيستامين يا جماعه موجود او بيتخزن موجود في في انسجه وفي خلايا وفي نيورونز. موجود في الانسجه طبعا، في معظم الانسجه موجود فيها الهيستامين، ولكن موجود بكميه كبيره او بهاي كونسنتريشن في اللنجز والسكن والفاندس اوف ذا ستومك، وخاصة خلايا داخل الفاندس اوف ذا ستومك اسمها انتيروكروموفين لايك سيلز. دي خلايا موجودة في الاستومك الهيستامين موجود فيها بكمية كبيرة في الخلايا دي. اما بالنسبة للسيلز، هو موجود او بيتخزن بكمية كبيرة جدا في خلايا تسمى ماست سيلز او البيزوفيلز، ده كتخزينه او موجود في الخلايا. اما بالنسبه للنيورونز، الهيستامينيرجيك نيورونز دي موجوده في البرين، في هيستامينيرجيك نيورونز كده دي موجوده في البرين وليها وظائف في البرين، هنعرف ايه الوظائف دي بالظبط. ده بالنسبه للبايوسينثيسز اند الاستورج بتاع الهيستامين. بعد كده ازاي بيحصل ريليز للهيستامين؟ الهيستامين ممكن يحصل له ريليز يا جماعه عن طريق حاجتين. اول حاجه مناعيه او طريقه مناعيه، immunologic ريليز او chemical او mechanical ريليز. اول حاجه في تفاعل حساسيه اسمه هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، اللي هو تايب 1 من الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، او ايميديت، ممكن يبقى ليه اسم كده اسمه ايميديت هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. ازاي بيتم التفاعل ده؟ التفاعل ده طبعا بيتم عن طريق خطوات. اول خطوه هي خطوه ما قبل التفاعل. ايه هي الخطوه ما قبل التفاعل؟ هي خطوه تحضير الجسم للانتي بودي اللي هو الايميونوجلوبولين اي. ازاي بيتم تحضير الجسم الاجسام المضاده في الجسم؟ اول حاجه عندما يتعرض الشخص للانتيجين، في حاجه بتبقى خارج الجسم او موجوده خارج الجسم اسمها انتيجين او الرجين. الالرجين او الانتيجين ده دي حاجه موجوده خارج الجسم. ايه هي الحاجه دي؟ ممكن تبقى حاجه بيتم استنشاقها، او حاجه بتتاكل اكله معينه من الاكلات.
لما يجي الشخص ياكلها اول مره او يتعرض ليها اول مره ما بيحصلوش اي رياكشن، ما فيش اي تفاعل بيتم، ولكن في الوقت ده الجسم بيبدا يكون انتي بودي، اجسام مضاده. الاجسام المضاده ده خاصه اللي هو اميونو جلوبولين اي، من ضمن انواع الاجسام المضاده اميونو جلوبولين اي بيتم تكوينه. طيب دي اول خطوه معانا اللي هي ما قبل التفاعل، ده الانتيجين، ابتدى الشخص يحصل له اكسبوجر. البي سيل من احد الخلايا المناعيه اللي المسؤوله عن تكوين الاميونو جلوبولين اي، اللي هو ده اللي هو الانتي بودي اللي هو الجسم المضاد، وده الانتيجين اللي هو الرجين. الاثنين دول ده اول خطوه او في اول استنشاق او اول تعرض الشخص للحاجه اللي هتسبب له حساسيه. طب بعد كده ايه اللي تكون الاجسام المضاده؟ تكونت الاجسام المضاده بيحصل لها ارتباط بالماست سيل، دي الخليه اللي هي الماست سيل ابتدت ترتبط. بعد كده بقى مرحله التفاعل اللي هو الشخص هيبتدي يتعرض للانتيجين ده مره اخرى، اللي هي تاني تعرض ليه، او التعرضات اللي هتتم بعد كده للانتيجين ممكن يستنشقه مره اخرى، او يبدا ياكل الاكله دي مره تانية. وعلى طول بقى طول ما هو بيبدا ياكلها على فتره عمره او فتره حياته، كده كده الاجسام المضاده اتكونت في الجسم، فعلى طول هو الرياكشن ده هيتم او هيحصل. طب الرياكشن ده بيتم ازاي؟ عن تاني مره بقى لما يبدا يحصل تعرض للانتيجين هيحصل فيه رياكشن ما بين الانتيجين والانتي بودي اللي اتكون. الرياكشن ده هيتم على سطح او السيرفيس بتاع الماست سيل. الماست سيل لما يحصل عليها الرياكشن ده هتعمل ايه؟ هتطلع اللي جواها. ايه اللي جواها؟ اتفقنا ان اللي جواها اللي بيتخزن هو الهيستامين، فهيطلع الهيستامين كاحد الحاجات اللي بتخرج. معنى كده في حاجات تانية بتخرج، ايه هي؟ حاجات يطلق عليه اسم انفلاماتوري ميدييتورز. من ضمن الانفلاماتوري ميدييتورز ده هو الهيستامين، يبقى الهيستامين مش بيخرج لوحده، بيخرج معاه حاجات تانية. طيب الهيستامين ده لما يبدا يخرج كده يبقى انا هو حصل له ريليز، فيبدا ان هو يشتغل او هو كده خرج عن المعدل الطبيعي بتاعه، فهيعمل طبعا تفاعل الحساسيه اللي هو عن طريق ممكن يبقى هرش، ازمه، الحاجات اللي هنبدا ان احنا نتكلم عليها كشغل الهيستامين. ده اول طريقه بيخرج بيها الهيستامين. تاني طريقه هي كيميكال او ميكانيكال، عن طريق ادويه. مثلا من اشهر الادويه اللي لازم نعرفها كويس بتعمل ريليز للهيستامين هو المورفين وتيوبوكيرارين، واتفقنا واتكلمنا قبل كده في تيوبوكيرارين او عيله تيوبوكيرارين والاتراكوريوم والحاجات دي كلها، هي بتعمل ايه؟ هيستامين ريليز، وبيبدا ان هو بيعملوا هيستامين ريليز، ولكن ما بيعملوش انجري او ما بيفجروش الماست سيل او بيعملوا مشاكل في الماست سيل، هم بيزودوا خروج الهيستامين عن المعدل الطبيعي. ده بالنسبه للريليز. بعد كده هنتكلم على شغل الهيستامين. قبل ما نعرف شغل الهيستامين، هو مستحيل الهيستامين يشتغل الا اذا كان في ريسبتورز موجوده هيشتغل عليها، زي اي اندوجينوس سبستانس موجوده في الجسم، زي الاستايلكولين، زي الادرينالين، زي النور ادرينالين، زي الحاجات اللي لسه هنتكلم عليها، زي السيروتونين، زي البروستاجلاندين، زي الحاجات دي كلها مش هتشتغل الا في وجود ريسبتورز ليها. طب تعالوا بينا نعرف ايه هي انواع الريسبتورز بتاعه الهيستامين. انا عندي اربع انواع من الريسبتورز بتاعه الهيستامين: H1 H2 H3 H4. كل نوع من الانواع دي هي قابلد بالجي بروتين، واحنا طبعا عرفنا موضوع الجي بروتين ده واتكلمنا عنه بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت. طيب ال H1 ده هو قابلد بالجي كيو، ومعنى ان انا اقول لك يعني ايه يعني هو قابلد بالجي كيو، تبقى انت عارف ان الجي كيو دي هي اكسايتاتوري، هتعمل اكسايتاتوري افكت في الخليه اللي هيرتبط بيها الهيستامين على ال H1. طب ايه هي الخلايا او المين لوكيشن، الاماكن الرئيسيه اللي موجود عليها ال H1؟ هو السموث ماسل اندوثيليوم برين. ايه هي المين فانكشن؟ هو سبازموجينيك افكت على السموث ماسل زي البرونكاي مثلا، هيعمل برونكوسبازم او برونكو كونستريكشن على الفازو ديليتيشن، بيعمل فازو ديليتيشن ده كاحد الوظائف الاساسيه لل H1، بيعمل سكين ايتشنج كاحد الوظائف ايضا الاساسيه لل H1. ال H2 قابلد بالجي اس، وهي ايضا اكزيتاتري، موجوده الاتش 2 بكميه كبيره جدا وافكتيف، والهيستامين لما يجي يشتغل على الاتش 2 اللي هو موجود في الجاستريك ميوكوزا بيبقى ليه تاثير قوي جدا ان هو يزود الجاستريك اتش سي ال سكريشن. موجوده ايضا الاتش 2 في الكاردياك ماسل، ودول اهم مكانين فيهم بيبقى موجود فيهم الاتش 2. بعد كده موجود الاتش 2 في الماست سيل والبرين، اهم وظيفه للاتش 2 هو الانكريز الجاستريك اتش سي ال سكريشن، و الوظيفة التانية هي الكاردياك ستيموليشن. ال H3 ومن احد الحاجات اللي العلماء شغالين عليها حاليا كأدوية تشتغل على ال H3 ريسبتورز، قابلت بالجي اي، موجودة في البري سينابتيك اوتو ريسبتورز. اوتو ريسبتورز يعني ريسبتورز بيخرج منها الكيميكال ترانسميتر وبيشتغل عليها، بيعمل ايه بقى؟ جي اي يعني انهيبيتوري، فاكيد هو هيقلل النيورو ترانسميتر الموجودة في الاوتو ريسبتورز دي.
الاتش 4 ايضا هو جي اي يعني انهبيتوري، موجود في نيوتروفيلز والايزينوفيلز، بيلعب دور مهم جدا في الكيموتاكسيس كاحد الخطوات اللي بيتعمل كخطوه مناعيه، هي اسمها الكيموتاكسيس، مش عايزين نخش في تفاصيل فيها. ده هيستامين ريسبتور سب تايبس، انواع الهيستامين. طيب كده احنا عرفنا انواع الهيستامين، تعالوا بينا نتكلم على الفارماكولوجيكال اكشن بتاعه الهيستامين. الهيستامين هيشتغل على الجسم كله او الانسجه، معظم الانسجه، ولكن تاثيره بيبقى قوي جدا، بيبقى powerful effect في الحاجات الآتية: smooth muscles, cardiac muscles, endothelial, nerve cells, excitatory sorry secretory cells في الاستومك اللي هو السيلز اللي بتطلع ال H cell والinflammatory cells. دي powerful effect، التأثير الملحوظ، التأثير القوي جدا اللي بيعمله الهيستامين. تعالوا بينا نتكلم بقى عن كل عضو وبيعمل ايه الهيستامين في الأعضاء المختلفة في الجسم اللي هي الفارماكولوجيكال أكشن. على النيرفوس سيستم او على النيرف هيعمل ايه؟ هيعمل باورفول، خلي بالكم الكلام اللي بيتكتب باورفول ستيمولنت اوف سنسوري نيرف اندنج، يعني هيعمل تاثير قوي جدا على الخلايا الحسيه العصبيه اللي موجوده في السكن. اي حد السكن عنده بيبقى فيه خلايا حسيه هي المسؤوله عن الاحساس، بيعمل لها باورفول ستيمولايشن. يعني ايه؟ يعني الخلايا الحسيه اللي محصله باورفول ستيمولايشن، يعني الشخص ده هيبدا يحس بالمنطقه دي احساس قوي جدا، الاحساس ده هيؤدي ان هو يحصل له ايتشنج هرش، وبين الم وهرش ده التفاعل اللي بيتم لما يحصل لحد يحصل له حساسيه وزياده الهيستامين، اللي ايه بيهرش في المكان ده او بيهرش في جلده نتيجه ايه؟ نتيجه التاثير ده. طب التاثير ده مرتبط بانه ريسبتورز من الريسبتورز اللي اتكلمنا عليها، مرتبط بالH1 ريسبتورز. لذلك لما واحد يجي يتقرص من حشره معينه، الحشره دي تقرصه على الجلد، هيبدا ان هو الحشره دي لما تقرصه هتعمل تفاعل حساسيه في المكان ده، هيبدا يحصل ايه؟ الهيستامين هيحصل له ريليز في المكان ده، يبدا يهرش في المكان ده نتيجه الاستيميوليشن اللي حصل للسنسوري نيرف اندنج، وهو مش اي استيميوليشن، هو باورفول استيميوليشن. ده اول افكت. تاني افكت على تاني عضو هو الكارديوفاسكولار سيستم، القلب والاوعيه الدمويه. على الاوعيه الدمويه هيعمل ايه؟ هيعمل دايركت فازودايليتيشن، فازودايليتيشن دايركت عن طريق الاتش 1 ريسبتور. الاتش 1 ريسبتور هو اكسايتاتوري، معنى كده ان هو هيعمل انكريز للنيتريك اوكسايد برودكشن، تصنيع نيتريك اوكسايد وخروج النيتريك اوكسايد هيزوده بزياده، والزياده دي هتؤدي الى الاتي: النيتريك اوكسيد هو المسؤول طبعا عن الفازودايليتيشن، فهيؤدي الى الاتي، هيؤدي الى ديكريز سيستوليك اند دايستوليك بلاد بريشر، هيعمل فلاشنج يعني احمرار وخاصه في الوجه نتيجه الفازودايليتيشن للاوعيه الدمويه الدقيقه اللي موجوده في الوجه، لما يحصلها فازودايليتيشن هيحصل فيه احمرار، الاحمرار ده هيجعل المريض او الشخص ده حاسس بحراره من الوجه، الحراره او حاسس ان وجهه كده فيه حراره نتيجه الفازودايليتيشن ده، وبيعمل هيدك ايضا نتيجه الفازودايليتيشن، هيقلل الضغط فهيحصل فيه هيدك. دي اللي هو شغله على كفلاشنج وسنس اوف فورمز او هيدك. بعد كده لما يحصل فازودايليتيشن ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انكريز للكابيلاري بيرميابيليتي، فهيبدا يحصل اوديما، هيحصل اوديما فورميشن، يعني هتكون اوديما. ده شغله على البلاد فيزلز. على الهارت هيعمل ايه؟ هيعمل دايركت واندايركت. دايركت افكت نتيجه في اتش 2 ريسبتورز على الهارت، فهيبدا يشتغل عليها كاكسيتاتوري افكت، فهيعمل دايركت ستيميليشن على الهارت، وده يبقى تاثير ضعيف شويه لان الاتش 2 ما بيبقاش موجوده على الهارت بكميه كبيره زي ما هي موجوده في الاستومك بكميه كبيره جدا. طيب ده شغله على الهارت. شغل تاني اللي هو الاندايركت، انت مش لسه قايل لي ان هو بيعمل فازودايليتيشن؟ طب ما كده اي فازودايليتيشن هيحصل في الجسم لازم القلب يرد عليه بريفلكس تاكي كارديا، فهيحصل فيه ريفلكس تاكي كارديا، يبقى الهارت هيتاثر نتيجه الدايركت ستيميليشن بالاتش 2، وكمان هيتاثر بالريفلكس تاكي ده نتيجه الفازودايليتيشن. ده بالنسبه للهارت. بعد كده في حاجه كده او معلومه مهمه كده مخصصين ليها سلايد لوحدها، ايه هي؟ حاجه اسمها تريبل ريسبونس اوف لويس، في عالم اسمه لويس. العالم ده عمل ايه؟ جاب الهيستامين في حقنه وجه حقنها انترا ديرمال. طب لاحظ ثلاث حاجات، الثلاث حاجات دول سماهم تريبل ريسبونس اوف لويس. ايه هم الثلاث حاجات دول؟ اول حاجه حصلت هي الريد سبوت نتيجه عند سن الحقنه كده، سن الحقنه اللي حقن بيها الهيستامين انتروديرمال، حقن كميه بسيطه جدا من الهيستامين، ابتدى يحصل نقطه حمراء. النقطه الحمراء دي بتبقى شديده قوي في المكان الحقن وحوالين مليمترز كده اراوند ذا سايد اوف انجكشن. طب النقطه الحمراء دي اتكونت ليه؟ اتكونت نتيجه الدايركت فازودايليتيشن اللي احنا لسه متكلمين عليه، ان هو بيحصل فازودايليتيشن نتيجه الاتش 1 ريسبتور. طيب دي اول حاجه. تانية حاجه بيحصل فلير، احمرار كده حوالين النقطه دي.
الاحمرار ده نتيجة حاجة اسمها اكزون ريفلكس. الاكزون ريفلكس ده معناه ان في النيرف اللي موجودة اتأثرت وابتدت تنقل التأثر ده بالنيرف اللي محيطة بيها، فابتدت تنشر الريفلكس ده او الاحمرار ده حوالين النقطة دي، دي اسمها فلير. طب الإديمة حصل بعد كده ورم تورم كده، الإديمة دي نتيجة ايه؟ نتيجة الفازو دايليتيشن اللي حصل، زود الكابيلاري بيرميابيليتي فحصل إديمة. يبقى ايه هم لو جه حد سألك كده قال لك الهستامين بيعمل حاجة كده، لو جيت حانته حاجة اسمها تريبل ريسبونس. ايه هم بقى التريبل ريسبونس؟ هم الثلاث حاجات دول، وتعرف كل حاجة اتكونت ازاي. نيجي نكمل الفارماكولوجيكال اكشن، توقفنا عند الهارت، هنبدأ نخش على عضو اخر وهو اللنج. هيعمل ايه في اللنج؟ هيعمل برونكو كونستريكشن، لان الاتش 1 ريسبتور موجود على اللنج، فلما يجي يرتبط بيها الاستامين هيرتبط بيها كاكزيتاتور افكت، فهيعمل برونكو كونستريكشن. والتاثير ده يا جماعه ممكن يبقى مميت، وده من ضمن الاستامين توكسيستي، ممكن يبقى مميت لو واحد مثلا اتحقن حقنه وهو بنسلين وهو عنده حساسيه من البنسلين، معنى كده ان هيخرج فيه هيستامين كتير جدا، ممكن الشخص ده لو ما لحقناهوش يحصل له يموت نتيجه ايه بقى؟ مش عشان هو الهرش موته، لا، مات عشان الازمه اللي حصلت له او البرونكو كونستريكشن اللي حصل له. اكتر ناس هتحس بالموضوع ده الناس اللي عندهم ازمه، هم عندهم اصلا اوريدي مشاكل في برونكاي، فاكتر ناس هيحسوا بالهيستامين. عايز اقول لكم معلومه كمان، ان الهيستامين ده الاستخدام الوحيد ليه هو كدايجنوزس، يعني الهستامين مش مفيش حقن كده اسمها هستامين او اقراص اسمها لا، الهستامين ده موجود كده في حاجه يعني كحاجه انهيليشن عند الدكاتره، بعض الدكاتره بيستخدموه كدايجنوزس للناس اللي عندهم ازمه او الناس اللي عندهم سيستيك فيبروزس في اللنج. الناس عندهم الكلام ده ممكن ان هم الدكاتره ممكن يستخدموا الهستامين كانهيليشن كاستخدام. يبقى ده بنتكلم عن الاستخدام الوحيد للهستامين كدايجنوزس. طيب بعد كده هننتقل على عضو اخر وهو الجي اي تي. بيعمل ايه الهستامين؟ بيعمل انتستاينال سموث ماسل كونتراكشن، ولكن هنلاقي ان هو ملوش تاثير واضح على السموث ماسلز الثانيه زي الاي والجينيتو يورينري تراكت. طيب على الاستومك هيعمل ايه الهستامين؟ هيعمل باورفول ستيمولنت على ان هو يزود الجاستريك اسيد سكريشن، ودي حاجه مهمه جدا انك تعرفها. نتيجه ان الاتش 2 ريسبتور اللي موجود في الانتيروكروموفين لايك سيلز اللي هي موجوده في الفانتس اوف ذا ستومك هيشتغل عليها الهستامين، وهي دي منتشره بصوره كبيره جدا، الريسبتورز دي موجوده في المكان ده بصوره كبيره جدا، والريسبتورز دي عباره عن اكزيتاتوري، فهتزود الاسيد سكريشن، وده تاثير ملحوظ جدا. وهنتكلم طبعا عن ادويه بتستخدم لان هي تقلل الاسيد سكريشن عن طريق ان هي بتقفل الريسبتور ده. طب على النوز بقى هتعمل ايه؟ طبعا الناس اللي عندهم برد وانفلونزا، الناس اللي عندهم برد وانفلونزا دول بيعانوا من اعراض، الاعراض دي بتظهر لهم ليه؟ نتيجه خروج انفلاماتوري ميدييتور، واشهرهم طبعا هو الهيستامين. الناس اللي عندهم برد وانفلونزا بيبقى عندهم زياده في افراز الهيستامين فبيحسوا بالاعراض دي. ايه هي الاعراض دي؟ اول اعراض هو شغل طبعا الهيستامين على النوز، هيعمل الاعراض الثلاثه دول راني نوز ووتري ايز، يعني هيبدا ان الشخص ده يبقى عنده رشح كتير في المناخير، عنده دموع كتير او سوائل كتير بتنزل من العين نتيجه طبعا شغل الهيستامين، هو بيزود الهايبر سكريشن بتاع جلاندولار تيشو اللي موجوده في الاماكن دي. دي اول حاجه. تاني حاجه بيعمل سنيزنج، يعني عطس. الشخص ليه بيعطس؟ لان الهيستامين لما بيبقى زياده بيشتغل على السنسوري نيرف اندنج اللي موجوده في النوز، فيبدا يشتغل عليها فيعمل ايه؟ هيعمل سنسوري نيورال ستيميوليشن، فلما يجي يحصل النيرف سيل او النيرف اندج اللي موجوده في النوز الداخليه دي لما يبقى فيه هيستامين زياده في المكان ده يعمل لها ستيميوليشن، الشخص ده هيعطس. تمام، ده تاني حاجه. تالت حاجه بيعمل نيزل كونجيشن، لان هو عمل طبعا فازو دايليتيشن، بيعمل فازو دايليتيشن وكمان بيزود الكابيلاري بيرميابيليتي فبيعمل نيزل كونجيشن. لذلك نلاقي ادويه البرد اللي بتعالج اعراض البرد او ادويه الانفلونزا اللي بتعالج اعراض الانفلونزا معظمها كلها تقريبا بيبقى موجود فيها حاجات مضاده للهستامين، وده اللي هنعرفه طبعا في الادويه لما نيجي نتكلم على الادويه. طب اخر عضو معانا هو البرين او السينس. الهستامين بيشتغل ازاي على السينس؟ عايزك تعرف معلومتين مهمين جدا. تعرف المعلومه الاولى ان الهستامين ده او الهستامين نيورونز او المسؤوله عن ان هي تزود الويكفولنس او تمنع السليب، يعني هي معروف كده ان الهستامين كنيورو ترانسميتر في البرين اكزيتاتوري نيورو ترانسميتر، ما هوش انهيبيتوري، يعني مسؤول ان الشخص يبقى فايق يبقى صاحي. طب لو جينا احنا وقفلنا الاتش 1 ريسبتور الموجوده في البرين هيحصل ايه؟ هيحصل سيديشن. تمام، دي معلومه مهمه جدا عايزك تعرفها. المعلومه الثانيه ان الاتش 1 ريسبتورز ايضا موجوده في مكان الهايبوثالاموس،
مسؤوله ليها وظيفه جدا، هي بتعمل ريجوليشن للدايورنال ريتم اوف فود انتيك. يعني في كده الشخص المفروض الطبيعي يعني بيبقى فيه اكل على مدار النهار، الاكل اللي على مدار النهار ده المفروض في حاجات كتير بتنظمه، من ضمن الحاجات المسؤوله عن بعض التنظيمات دي الهيستامين. الهيستامين بيشتغل على الاتش 1 ريسبتور فبينظم الاكل، بيبقى ايه الاكل كده ليه تنظيم في طبعا في مناطق الشهيه في البرين او منطقه الهايبوثالامس، في حاجات كتير مسؤوله عن الطعام، ان انت تحس بالجوع فتروح تاكل، يبقى انت اكلك متعود تاكل في الوقت ده وفي الوقت ده وفي الوقت ده، في حاجات كتير مسؤوله عن الكلام ده، من ضمن الحاجات دي بقى الهيستامين هو المسؤول عن الكلام ده، فبيمنع الاوبيزيتي. طب لو جه دواء معين من الادويه جه قفل الاتش 1 ريسبتورز اللي في المكانه دي، فهيلخبط للدنيا دي، فممكن الشخص يحس بالجوع او ياكل كتير عن المعدل الطبيعي. دي معلومتين عايزك تعرفهم عن عن الهيستامين شغله على البرين. كده يبقى احنا اتكلمنا على الفارماكولوجيكال اكشن بتاعه الهيستامين على الاعضاء المختلفه في الجسم. بعد كده بقى احنا انتهينا حديثنا عن الهيستامين، عايزين بقى نقفل بقى شغل الهيستامين، لان من الواضح ان لما يحصل ريليز للهستامين او يزيد الريليز بتاع الهستامين، من الواضح من الكلام اللي اتكلمناه ان دي حاجات مش كويسه، حاجات مضره للجسم، فاحنا عايزين نقفل شغل الهستامين. احنا المفروض عشان نتكلم عن الهستامين انتاجونيستس اللي هي مضادات الهستامين، هم اربع حاجات. اول حاجه حاجه اسمها فيسيولوجيكال انتاجونيست للهستامين او فانكشنال انتاجونيست للهستامين، ده حاجه وحيده كده اسمها الادرينالين. طبعا الكلام ده اتعرف واتكلمنا عنه قبل كده، لان الادرينالين بيشتغل على مستقبلات اخرى غير مستقبلات الهستامين، ليها تاثير مضاد للتاثير بتاع الهستامين. الادرينالين بيشتغل على البيتا 2 اللي في اللنج فبيعمل برونكو دايليتيشن، اما الهستامين بيعمل برونكو كونستريكشن على الاتش 1. الادرينالين بيشتغل على الالفا 1 ريسبتورز اللي موجوده في البلاد فيزز فبيعمل فازو كونستريكشن، اما الهستامين بيشتغل على الاتش 1 ريسبتور البلاد فيزز فبيعمل فازو دايليتيشن. فلذلك يعتبر الادرينال هو فيسيولوجيكال انتاجونيزم للهستامين. دي اول حاجه مضاده للهستامين. تاني حاجه هي الماست سيل ستابلايزر، حاجات كده بتمسك في الماست سيل اللي هي المسؤوله عن حفظ الهستامين بداخلها وتقول لها خليكي محتفظه بشكلك ما تطلعيش هستامين، يعني بتعمل انهبت الهستامين ريليز، ودي هنشرحها في الريسبيراتوري شابتر لما نيجي نتكلم على الازمه ان شاء الله والبرونك الازمه في الريسبيراتوري شابتر هنتكلم على الماست سيل ستابلايزرز، ولكن دي احد الحاجات اللي هي تعتبر ماست سيل ستابلايزرز. في حاجه اسمها كرومولاين واللي هي ليها اسم تاني كروموجلايكيت، ده هنتكلم عليها، هنتكلم عن الدواء ده في الشابتر ده، نيدوكرومايل والكيتوتايف. الكيتوتايفين ده هنتكلم عنه ايضا في حلقتنا النهارده، وهنتكلم عنه ايضا في الشابتر اللي هو الريسبيراتوري شابتر. حاجه تانية برضو بتعمل ماست سيل ستابلايزر اللي هو السالبيوتامول او البيتا 2 اجونست، واتكلمنا عنه طبعا في حلقاتنا في البيتا 2. المثال زنسين اللي هو السايوفيلين. تالت حاجة من الحاجات اللي هي الهيستامين انتاجونيستس هي الهيستامينيز انزيم، او ممكن يطلق عليه اسم داي امين اوكسيديز انزيم، ده مسؤول عن الهيستامين ميتابوليزم، يعني هو اللي بيكسر الهيستامين. الحاجة بقى اللي هنتكلم عليها في حلقتنا النهاردة ان احنا نقفل الريسبتورز بتاعة الهيستامين، نقفل الاتش 1 ريسبتورز، نقفل الاتش 2 ريسبتورز، كمان قلنا اتفقنا الاتش 3 والاتش 4 حاليا حتى هذه اللحظة ما زال العلماء شغالين على ادوية تشتغل سيلكتيف على الاتش 3 والاتش 4. هنتكلم عن دواء على الاتش 3 هنتكلم عنه في نهاية الحلقة. يبقى هنتكلم دلوقتي على حاجات بتقفل الهيستامين ريسبتورز، هتقفل شغل الهيستامين. هنبدا حديثنا عن الحاجات اللي هي الاتش 1 ريسبتور بلوكرز، تعالوا بينا نتكلم عن الاتش 1 ريسبتور بلوكرز. رقم ايه معانا هي اتش 1 ريسبتور انتاجونيستس. وعايز اقول لكم حاجه يا جماعه، كلمه انتي هيستامين، يعني لما نيجي نقول كلمه انتي هيستامين دي بتشير الى ان احنا بنتكلم على ادويه بتقفل الاتش 1 ريسبتور، ما بنتكلمش يعني كلمه انتي هيستامين دي يقصد بيها اتش 1 ريسبتور بلوكرز، ما بيقصدش بيها اتش 2 ريسبتور بلوكرز، لا احنا بيقصد بيها اتش 1 ريسبتور بلوكرز. يعني لو انت شفتها هنا سواء كان في الكتاب فارما جايد او شفتها في اي كتاب او شفتها على اي موقع على الويب سايت، هتلاقي ان كلمه انتي هيستامين دي بيقصدوا بيها اتش 1 ريسبتور بلوكرز. علشان نقسم الاتش 1 ريسبتور بلوكرز في تقسيمتين، اول تقسيمه اللي هي تقسيمه مشهوره جدا في كل كتب، كتب مشهوره جدا ماشي عليها وفي كتب كتير ماشي عليها، هي بيقسموها الى حاجتين، فيرست جنريشن انتي هيستامين وسكند جنريشن انتي هيستامين، يعني ادويه جيل اول وجيل تاني. ولكن احنا هنا هنقسمها الى ثلاث حاجات، فيرست وسكند وثيرد. وليه هنقول احنا قسمناها الى ثلاث حاجات؟ ولكن الاثنين صح، يعني الناس اللي هتقسمها ثلاث حاجات صح والناس اللي هتقسمها حاجتين صح. ليه؟ لان الناس اللي بتقسمها حاجتين الثيرد جنريشن، الادويه اللي في الثيرد جنريشن هي كده كده بتشرحها في السكند جنريشن، يعني مفيش ادويه ما بتشرحهاش، يبقى الطريقتين صح. ولكن في ادويه، ثلاث ادويه في السكند جنريشن في ناس بتقسمهم ان هم دول يبقوا ثيرد جنريشن لانهم مشتقين من ادويه من السكند جنريشن.
وده هنعرفه بالتفصيل. يبقى انا عندي عشان الناس ما تتلخبطش، عندي هنا هنقسمها لثلاث حاجات، في ناس بتقسمها حاجتين الاثنين صح. تعالوا بينا نشوف ايه هي التقسيمات دي وايه هم الادويه، ونرصد الادويه بتاعه كل قسم من الاقسام دي، وبعد نتكلم على اليوزس والميكانيزم اوف اكشن، وهنتكلم على السايد افكتس، وهنتكلم على حاجات كتير جدا. تعالوا بينا الاول نرصد الادويه دي ونقسمها. اول حاجه هي الفيرست جنريشن، ودي اقدم حاجه واول حاجه تم استخدامها في الادويه اللي هي انتي هيستامين، هي فيرست جنريشن، بيطلق عليها اسم سيداتيف انتي هيستامينز. اي حد ممكن يجيب اي دواء مضاد للهيستامين، لو جاب العلبه هيلاقي مكتوب عليها كده مضاد للهيستامين لا يسبب النعاس، يعني ادويه حساسيه، دواء حساسيه هتلاقي مكتوب دواء حساسيه يسبب النعاس. وهنا يقصد بيه ان الماده اللي موجوده هي فيرست جنريشن، لانها ماده بتسبب النعاس سيداتيف انتي هيستامين. اما السكند جنريشن هنلاقيها نون سيداتيف انتي هيستامين، لا تسبب النعاس. بالنسبه للفيرست جنريشن دي اول عيله تم استخدامها، وحتى هذه اللحظه بتستخدم على نطاق واسع جدا. ليه بتستخدم على نطاق واسع جدا؟ لانها ادويه افكتيف يعني بتشتغل كويس، وان اكسبنسيف يعني ادويه رخيصه. المواد الفعاله نفسها او الكيميكالز، المواد الكيميكالز دي كلها مواد رخيصه ما بتكلفش الشركه في حاجه، بعكس السكند جنريشن. السكند جنريشن بيدخلوها في كذا معادله او كذا، بيركبوا عليها بولر جروب يعني حاجات مجموعات بولر كيميائيه علشان يركبوها، طبعا لازم يدخلوها كذا معادلات كيميائيه، فبينتج ليهم منتج في النهايه كلف الشركه. فلما يكلف الشركه علشان يبيعوا المركب ده لازم هيبقى سعره اغلى من الحاجات اللي هي الفيرست جنريشن. طب الفيرست جنريشن دي يا جماعه بتخش داخل بلاد برين بارير وبتشتغل على السي ان اس وبتقفل الاتش 1 ريسبتورز اللي في السي ان اس. نرجع لورا شويه، الفارماكولوجيكال اكشن بتاعت الهيستامين على السي ان اس ان هو بيعمل ايه؟ ليه اكزيتاتور افكت، بيخلي الشخص ده ويكفولنس، بيمنع السليب. فانا لو جيت قفلت شغله على السي ان اس يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل سيديشن. والفيرست جنريشن فعلا من الادويه اللي بتعدي داخل برين بارير. ليه بتعدي؟ لان الكيميكال بتاع كيميائيا هي لايبوفيليك، بتدوب في البلاد برين بارير وتخش وتعدي. طب السكند جنريشن عملوا ايه في الادويه دي؟ ابتدوا يركبوا لها مجموعات بولر علشان يبقى المركبات نفسها بولر، ما تعديش البلاد برين بارير او تعدي بكميه قليله جدا، فما تسببش ما تسببه الفيرست جنريشن. الفيرست جنريشن دي عباره عن ادويه شورت ديوريشن اوف اكشن، بتتاخد ثلاث مرات في اليوم، شورت ديوريشن اوف اكشن بتاعها من 4 ل 6 ساعات. الادويه دي ما هياش بتشتغل فقط على الاتش 1 ريسبتورز، في بعض الادويه بتشتغل على كان ليها انتي كولينرجيك افكت، بتقفل الكولينرجيك ريسبتورز، ليها انتي ايميتيك افكت، انتي سيروتونين، وكمان ليها لوكال انستيك افكت. لو جينا نتكلم عن السكند جنريشن هنلاقي ان هي ما لهاش تاثير. هنيجي نرصد اول مجموعه في الفيرست جنريشن. اول مجموعه في الفيرست جنريشن بتضم ادويه الاتيه كلوروفينرامين وترايبروليدين. الحاجات الاثنين دول ليهم سلايت سيديشن. الكلوروفينرامين طبعا اشهر من ترايبروليدين كاحد مكونات الادويه اللي بتستخدم في ادويه البرد. هنلاقي مثلا 80% او اكتر من ادويه البرد اللي موجوده في الصيدليه كاحد مكوناتها الكلوروفينرامين، لان ادويه البرد بيبقى غالبا بيبقى فيها ثلاث ادويه كمكونات، من المكون من الثلاثه المكونات دول هو الكلوروفينرامين كانتي هيستامينك، كدواء انتي هيستامينك في الادويه دي، تمام. وده مشهور جدا استخدام الكلوروفينرامين. عندنا بعد كده دواء اللي هو الهيدروكسيزين اللي هو موجود باسم اتراكس، ده من ضمن الحاجات المشهوره برضو اتراكس، ده بيعمل ماركت سيديشن. عندنا البروفينرامين والدايميسيدين والكليماستين والفينرامين والميكيوتازين، دي بيعملوا سلايت سيديشن، يعني التاثير بتاعهم سلايت سيديشن. ده اول مجموعه رصدناها في الفيرست جنريشن. هنيجي نرصد تاني مجموعه، وليه احنا قسمناهم؟ لان كل مجموعه من المجموعات ليها استخداماتها. لان المجموعه دي اللي هي تاني مجموعه بنرصدها في الفيرست جنريشن بتضم الادويه الاتيه: دايفينهيدرامين، دايمينهيدرينات، سايكليزين، ميكليزين، دوكسيلامين، بروميسازين. الادويه دي موست افكتيف يعني قويه جدا في علاج، او افكتيف جدا في علاج ان هي تمنع الموشن سيكنس او الفيرتيجو، يعني دوار البحر والناس اللي بيقول لهم دوخه ودوار البحر، لان ليهم تاثير ان هم ضد كانتي ايميتيك، او بيمنعوا القيء وبيمنعوا النوزيا والفوميتنج، بيمنعوا الشعور بالغثيان، بيمنعوا الفوميتنج. ليه بقى بيمنعوا الفوميتنج والنوزيا؟ لان الحاجات دي بتعدي وتخش داخل السنترال نيرفوس سيستم وتقفل الاتش 1 والام 1 ريسبتورز اللي موجودين في الفوميتنج سنتر اللي هم مركز الفوميتنج. يبقى الحاجات دي ليها ماسكولينيك افكت، ليها ماسكولينيك افكت، الحاجات دي بتقفل الاتش 1 ريسبتورز اللي في موجود في الفوميتنج سنتر. فبالحاجات دي بيبقى تاثيرها كانتي ايميتنج وانتي فوميتنج، الحاجات دي تاثيرها قوي جدا. لذلك هنلاقي استخدام بعض الادويه دي بيستخدموا في الاستخدام ده في الافكت ده، لذلك احنا رصدنا المجموعه دي لوحدها كده، تمام. في بعض المعلومات عايزين نعرفها: الدايفينهيدرامين والدايمينهيدرينات والبروميسازين ليهم ماركت سيديشن، يعني السيديشن بتاعهم واضح، واضح قوي، تمام.
السيكليزين والميكليزين سلايت سيديشن، يعني تاثير اقل شويه. الدوكسيلامين ليه سترونج سيديشن، ليه تاثير قوي جدا كسيديشن، يعني ليه يعني التاثيرات دي بتختلف ليه؟ لان الكيميكال ستراكشر بيختلف. دواء الليبيد سولوبيليتي بتاعته اعلى بكتير، فتلاقي شغله اكتر بكتير في البلاد، بيعدي بكتير في البلاد برين بارير، فبيشتغل في سينس اكتر بكتير من اي دواء تاني. يعني الدوكسيلامين ده ليه سترونج سيديشن، لذلك نلاقيه ابروفد ان هو بيستخدم، او في ادويه بتستخدم ان هو بيعالج الانسوميا، الناس اللي عندهم قلق وارق، الناس اللي هم بيجدوا صعوبه في النوم بالليل، ان هم ممكن ياخدوا الدواء ده علشان مش كانتي هيستامين ولا عندهم حساسيه ولا حاجه، لا ده هم بياخدوه علشان ينيمهم. ليه؟ لانه هو ليه سترونج سيديشن افكت. نيجي في اخر دواء مندرج في عيله الفيرست جينيشن او بندروجه لوحده كده، هو السيبروهيبتيدين. ليه بندروج لوحده؟ لان التاثير بتاعه ليه تاثير كده لوحده كده، هو بيعمله ان هو بيقفل السيروتونين ريسبتورز، بيقفل السيروتونين ريسبتورز في مركز اللي هو الابتايت سنتر، اللي هو مركز الشهيه في المخ، فبالتالي بيستخدم كابتايت ستيمولانت، ان هو بيبدا محفز للشهيه. يعني السيبروهيبتيدين من ضمن الادويه اللي هي محفزه للشهيه، وده استخدام اوف ليبل، يعني استخدام مندرج كاوف ليبل ان هو يحسن الشهيه ويزود الشهيه. هو التيكت هو طبعا بيقفل الاتش 1 ريسبتورز، وكمان الاتش 1 ليها دور في موضوع الشهيه ده، ولكن كتاثير اخر ان هو بيقفل السيروتونين ريسبتور دونا عن بدايله في العيله اللي هي دي عيله الفيرست جنريشن، وده من ضمن الحاجات اللي بيتميز بيها الدواء السيبروهيبتيدين ده. كده بالنسبه للفيرست جينيريشن. نيجي نتكلم على السكند جينيريشن. سكند جينيريشن هي ادويه نون سيداتيف انتي هيستامينز، يعني ما بتنيمش، ادويه حساسيه لا تسبب النعاس. شايفين المصطلح ده؟ المصطلح ده هتلاقوه مكتوب كده بالعربي كده على الادويه اللي هي بتضم الادويه الاتيه، تمام؟ الادويه اللي هي سكند جينيريشن اجدد، او تم اكتشافها او تم تصنيعها بعد الادويه اللي هي الفيرست دي، وهي ادويه اكسبنسيف زي ما اتفقت لكم، لان هم المصانع بتضيف عليها بولر جروب، والبولر جروب دي زي مثلا الكربوكسيل جروب بتضيفها، فبالتالي ما بتقدرش ان هي تعدي البلاد برين بارير، او لو عدت هتعدي بكميه قليله جدا، فهنلاقي ان هي لسه سي ان اس سيديشن. الديوريشن اوف اكشن بتاعها اطول من الفيرست جينيريشن، بتشتغل من 12 ل 24 ساعه. معظم الحاجات دي كلها بتستخدم مره واحده في اليوم. مور سيلكتيف على الاتش 1 ريسبتور، ما نلاقيش ليها انتي كولينرجيك افكت او انتي ايميتيك افكت او انتي سيروتونين اكتيفيتي، يبقى الحاجات دي كلها من الحاجات اللي هي بيور سيلكتيف على الاتش 1 ريسبتور. نيجي نرصدهم. اول مجموعه نرصدها في السكند جينيريشن هو السيتريزين واللوراتيدين والاكريفاستين والايباستين والميزولاستين. الحاجات دي يا جماعه هي سكند جينيريشن. عندنا السيتريزين ده ليه بارشال سيديتنج افكت، يعني السيديشن بتاعه بارشال، يعني في شويه من السيتريزين بيعدوا. اللوراتيدين والاكريفاستين والايباستين والميزولاستين دول اقل حاجه بتعمل سيديشن، يعني ممكن نقول نو سيديشن، ولكن عشان العلم يبقى دقيق قوي في العلم يبقى هما ليست سيديشن، يعني هما حاجات قليله جدا بتعدي وممكن تقفل الاتش 1 ريسبتورز موجوده في البرين. المجموعه الاخرى اللي هنرصدها في السكند جينيريشن هي حاجات بيطلق عليه اسم اوف سلاميك انتي هيستامينز. اوف سلاميك انتي هيستامينز يعني حاجات اشتهر استخدامها ان هي تبقى في صوره قطرات للعين للناس اللي عندهم حساسيه في العين. عندنا الكيتوتايفين، والكيتوتايفين ده يا جماعه هو ليه افكت اخر، هو ماست سيل ستابلايزر، والالكافتادين والبيبوتاستين والايميداستين وازيلاستين واولوباتادين، تمام؟ الحاجات دي مندرج قوي استخدامها ان هي تبقى اوف سلاميك انتي هيستامينز، يعني موجوده في صوره قطرات بتعالج الالرجي كونجنكتيفايتس اللي هي التهاب الملتحمه او الحساسيه اللي موجوده في الملتحمه. فيها في بعض المعلومات عايزين نعرفها، ان الازيلاستين والاولوباتادين الحاجات دي ليها انترانيزال فورميوليشن، يعني ممكن تبقى في صوره بخاخه للناس عندهم حساسيه في الجيوب الانفيه او التهابات في الجيوب الانفيه. عندنا الكيتوتايفين ده بيبقى ليه اورال بريبريشن او اورال دوزي فورم، يعني عندنا الزادتين ده اللي هو بيحتوي على الكيتوتايفين موجود في صوره قطرات للعين، وكمان موجود في صوره اورال دوزج فورم او اقراص بتستخدم زيها زي الادويه السابقه اللي هي اللوراتيدين والسيتريزين، الحاجات اللي هي بتستخدم اورال، تمام؟ ده من ضمن الحاجات اللي ليها اورال فورميليشن. عندنا الازيلاستين والكيتوتايفين، الحاجات دي ليها ماست سيل ستابلايزر، يعني بتمنع الماست سيل ان هي تطلع هيستامين، كمان هي ليها طبعا اتش 1 بلوكنج افكت، وهي بتندرج تحت عيله سكند جينيريشن. تعالوا بينا نتكلم على اخر عيله معانا هي الثيرد جينيريشن. طب بالنسبه للكتب اللي بتقسمها حاجتين، هنلاقي ان هم كتبوا الثلاث ادويه دول في سكند جينيريشن. طب الثيرد جينيريشن ليه انت قسمتها؟ هي الثيرد جينيريشن دي برضو ايضا نون سيداتيف انتي هيستامينز. الثيرد جينيريشن دي عباره عن ادويه جايه من السكند. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا السيتريزين، السيتريزين ده الحاجه الاكتف فيه
هو الليفر روتاتري فورم من ال... يعني على حسب الكيميكال ستراكشر، في عند الليفر روتاتري بتاع السيتريزين هو الاكتف، تمام؟ فانا بنقي الليفر روتاتري من السيتريزين ده، بجيبه وانقي الليفر روتاتري منه، اعمل كده افصل الليفر روتاتري واخده واضمه، فبتبدا ان انا عندي دواء اسمه ليفوسيتريزين، ده الاكتف انانتيومر بتاع السيتريزين. فدي حاجه هتكلفني، هتكلف الشركه ان هي تعمل حاجه زي كده عشان تطلع مركب زي ده اللي هو الاكتف فورم. فهلاقي الحاجات ان الدواء كله اكتف، يعني السيتريزين لوحده في حاجات اكتف وحاجات مش اكتف، الليفو بس هو الاكتف. فانا هاخد الاكتف انانتيومر بتاعه اللي هو الليفوسيتريزين، يبقى ده ثيرد جنريشن، اندرج تحت عيله جديده جايه من السكند. في حاجه تانية برضو، في عندي دوايين في السكند، دواء اتشال اتسحب يعني ما ذكرناهوش، ودواء اخر عندنا الدواء اللي هو اللوراتيدين، الدواء اللي هو اللوراتيدين، اللوراتيدين ده سكند جنريشن. انا لو لما بيحصل له ميتابوليزم جوه الجسم بيتحول الى اكتف ميتابوليت، ميتابوليزم اكتف اسمه ديس لوراتيدين. طب انا باخد بقى الحاجات الدواء ده اللي هو اللي حصل له ميتابوليزم او الاكتف ميتابوليت واعمله في دواء اسمه ديس لوراتيدين. في عندي دواء اخر كان موجود في السكند ولكن سحب عشان المشاكل اللي بيعملها اسمها الترفينادين. الترفينادين ده بيحصل له ميتابوليزم الى اكتف ميتابوليت اسمه فيكسوفينادين. فانا دلوقتي عندي ادويه هي اكتف او ميتابوليك ديريفاتيفز او اكتف انانتيومر من السكند جنريشن، ابتديت اعملهم كده العيله لوحدهم اللي هي عيله اسمها ثيرد جنريشن. طبعا تكلفتهم هيبقى اعلى بكتير من السكند، يعني او ممكن تبقى قريبه من السكند ولكن هي اعلى تكلفه على الاطلاق في الانتي هيستامين، وما بتعديش خالص براد برين بارير، ما بتعملش سيديشن، افضل بكتير من السكند جنريشن، الدوريشن بتاعها 24 ساعه، بيور سيلكتيف. يبقى انا بتكلم على حاجات بقى كويسه جدا، بتكلم برصد حاجات كويسه جدا. طيب الليفوسيتريزين ده هو الاكتيف انانتيومر، طبعا اتكلمنا على الموضوع ده، هو ممكن يعمل سيديشن لان احنا اتكلمنا اصلا ان السيتريزين ده بيعمل بارشال سيديشن، فكده كده السيتريزين بيعمل بارشال سيديشن، الليفو انانتيومر بتاعه الاكتيف انانتيومر بتاعه اللي هو الليفوسيتريزين كده كده هيعمل ايه بارشال سيديشن. انما الاثنين التانيين اللي هو الديسلوراتيدين والفيكسوفونادين اقل حاجه في الانتي هيستامين ما بيعملوش سيديشن، يعني هما الاثنين دول اقل حاجه في الانتي هيستامين كلهم ما بيعملوش سيديشن، تمام؟ طب الديس لوراتيدين هو اكتف ميتابولايت بتاع اللوراتيدين، الفيكسوفينادين ده هو الاكتف ميتابولايت بتاع الترفينادين، ده دواء كان موجود في السكند ولكن اتسحب او مش موجود عشان المشاكل اللي بيعملها. طب انا عايز اقول لكم معلومه مهمه عن الدواء ده اللي هو الترفينادين ده، اللي هو بيجي منه لما بيحصل له ميتابوليزم بيجي منه الفيكسوفينادين ده. الترفينادين ده برو دراج، يعني هو ان اكتف، لما بيخش جوه بيتحول الى فيكسوفينادين. طب ليه سحبت؟ طب ما هو كويس هو ان هو برو دراج وبيتحول لفيكسوفينادين. لا سحبته ليه؟ لان هو ليفر مايكروزومال انزيم انهبيتورز، يعني لو تم استخدامه مع الليفر ميكروزومال انزيم انهبيتور زي الاريستروميسين او الكيتوكنازول هيحصل ايه؟ الميتابوليزم ده هيقل، يعني المفروض ان الترفينادين ده لازم يتحول جوه الجسم الى فيكسوفينادين. لو الشخص خد معاه دواء اخر زي الاريستروميسين او الكيتوكنازول فالميتابوليزم ده هيقل لان هو بيحصل له تحول بالليفر ميكروزومال انزيم. طيب لو قللت انا الليفر ميكروزومال انزيم يبقى انا قللت الميتابوليزم، معنى كده ان الترفينادين ده هيزيد في الجسم. الترفينادين ده مشكلته لو زاد في الجسم هيقفل البوتاسيوم شانل اللي موجوده في الهارت. عارفين يعني ايه يقفل البوتاسيوم شانل في الهارت؟ يعني هيعمل اريزمي، يعني هيعمل كيو تي انترفال، يعني هيعمل كارديو توكسيستي وهيعمل اريزمي. يبقى هنا مشاكل كتير جدا عملها الدواء نتيجه ان الميتابوليزم بتاعه قل. طب هنا بقى لما ابتدوا يعملوا بقى يبقى يوفروا دواء اللي هو الفيكسوفينادين الاكتيف ميتابولايت، يبقى هنا الدواء ده الفيكسوفينادين هل هو هيؤدي للمشاكل دي كلها؟ لا طبعا مش هيؤدي للمشاكل لانه ده اكتيف ميتابولايت ومش هيعمل كارديو توكسيستي زي ما كان بيعمل الترفينادين. دي معلومه كده كنت عايز اقولها لكم اوضح لكم عن الدواء اللي هو الترفينادين. كده يبقى احنا ايه رصدنا كل الادويه اللي هي انتي هيستامينكس او الادويه اللي بتقفل الاتش 1 ريسبتورز بلوك. بعد كده هنتكلم على الفارماكو داينامكس بتاعت الانتي هيستامينك. اول حاجه هي السيديشن، تاثير السيديشن، وده تاثير مشهور جدا في الفيرست جنريشن، وممكن التاثير ده يبقى حاجه كويسه، والتاثير ده ناتج عن الكيميكال ستراكشر بتاع الادويه اللي هي الفيرست جنريشن، نتيجه ان هي بتعدي ليها لايبوفيليك، يعني تاثير لايبوفيليك، فبتعدي داخل بلاد برين بارير وتعمل تاثير السيديشن نتيجه ان هي بتقفل اتش 1 ريسبتور الموجوده في البرين. ده بيبقى ليه تاثير اللي هو السيديشن. ممكن تاثير السيديشن ده يبقى حاجه كويسه، يعني بعض الناس تستخدم الادويه دي علشان هي بتعمل سيديشن كحاجه مساعده للنوم، سليب ايد. دي اول معلومه في السيديشن. تاني معلومه مهمه جدا انك عايز تعرفها عن الفيرست جنريشن، ان الفيرست جنريشن في الفيري هاي توكسيك دوز، في الفيري هاي توكسيك دوز هتعمل التاثير عكس الكلام ده على الاطلاق، هتعمل ماركت ستيموليشن، هتعمل اجيتيشن، هتعمل كونفولشن، وهتعمل كوما. ده ناتج عن شغلها على الماسكرينج ريسبتورز اللي في البرين.
ده بعض العلماء قالوا ان هو ممكن يبقى الفيري في الفيري هاي توكسيك دوز ده التاثير اللي هو الكونفالشن وتاثير اللي هو المارك ستيموليشن تيجي اللي هو شغله على الماسكارينيك ريسبتورز. تمام، دي حاجه معلومه هنذكرها مره اخرى ولكن عايزك تحطها في اعتبارك من دلوقتي. طيب بالنسبه للسكند جنريشن ممكن نقول ان هي ان ليها ليتل او ما نقول ان هي ملهاش شغل السيديشن او الاستيميليشن افكت اللي بيحصل في الفيرست جنريشن. ده بالنسبه لي اول حاجه. تاني حاجه انتي نوزيا اند انتي ايميتيك اكشن. الفيرست جنريشن معظمهم معظم الفيرست جنريشن ليها انتي نوزيا او انتي ايميتيك اكشن اللي بتمنع البريفنت الموشن سيكنس اللي هي الناس اللي بيبقى عندهم دوار اللي هو دوار البحر او الدوخه او الاحساس بالغثيان والقيء، بتمنع الكلام ده كله نتيجه ان هي بيقولوا هو الميكانيزم غير واضح، يعني الميكانيزم الحقيقي غير واضح، ولكن بيقولوا ان هو عشان بيقفل اتش 1 والام 1 ريسبتورز اللي موجوده في الفوميتنج سنتر، او بيقولوا ان هم ممكن هم بيشتغلوا على الكيمو ريسبتور تريجر زون اللي هي سي تي زد المسؤول عن الفوميتنج في المظله. ده بالنسبه لشغلها، ولكن الواضح ان احنا نعرف ان ليها انتي نوزيا وانتي ايميتنج، ودي الحاجات اللي هي في الفيرست جنريشن. السكند جنريشن ما لهاش الكلام ده، ومش اي حاجه في الفيرست، هم بعض الحاجات ذكرناهم واتكلمنا عليهم. طيب تالت حاجه انتي باركنسونيزم افكتس. ازاي الكلام ده؟ بعض الفيرست جنريشن خاصه اللي هو الدايفين هيدرامين لبعض الافكت ان هو ممكن يعمل سبريس للاكسترا بيراميدال سيمبتومز اللي بتظهر على الانتي سايكوتيك دراجز. الانتي سايكوتيك دراجز يا جماعه اللي هي الادويه اللي هي الانتي سايكوتيك زي السي بي زد والهالوبريدول والحاجات دي ليها سايد افكت مشهور قوي لما نيجي نشرحه في السي ان اس اسمه اكسترا بيراميدال سايد افكتس. ممكن يبقى الاكسترا بيراميدال سايد افكتس ده يبقى ليها بعض الشغل كباركنسونيزم لايك سيمبتومز، يبقى شغل يعني حاجه كده تريمورز وحاجات كده اجيتيشن زي الباركنسونيزم لايك سيمبتومز. فالدايفين هيدرامين ده بيتحقن بارنترالي علشان يمنع التاثير ده. في بعض الناس بتحقن الدايفين هيدرامين بارنترالي عشان يمنع التاثير ده، بيقول ان التاثير ده نتيجه ان هو هيقفل الماسكارينيك ريسبتور. ده حاجه كده خاصه بدواء زي الدايفين هيدرامين. انتي رابع حاجه انتي كولينوسيبتور اكشن. العديد من الفيرست جنريشن خاصه الدايفين هيدرامين والكليماستين والدايمن هيدرونيت والدوكسيلامين، الحاجات دي يا جماعه لها سيجنيفيكانت اتروبين لايك افكت، بتقفل الكولينرجيك ريسبتورز فهتعمل شغلها زي شغل اتروبين اللي هو دراي ماوس يورين ريتينشن بلارد فيجن. ده رابع حاجه. خامس حاجه ليها ادرينو سيبتور بلوكينج اكشن. في بعض الحاجات وخاصه البروميسيسين بيقفل الالفا 1 ريسبتور، فلما يقفل الالفا 1 ريسبتور هيعمل ايه؟ هيعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن. سادس حاجة سيروتونين بلوكينج اكشن، وخاصة اللي هو السيبروهيبتادين. السيبروهيبتادين ده بيقفل السيروتونين ريسبتور، وليه استخدام في الاوف ليبل زي ما اتفقنا، هو بيحفز الشهية او بيعمل ابتايت ستيميوليشن نتيجة ان هو بيقفل السيروتونين ريسبتور. سابع حاجة لوكال انستيزيا. العديد من الفيرست جنريشن ليها بوتنت لوكال انستيزيا زي الدايفين هيدرامين والبروميسز. الحاجات دي يا جماعة بتقفل الصوديوم شانل في الاكزايتابل ممبرين، فبيبقى ليها تأثير مخدر موضعي. تمام، ده بالنسبه لكل الفارماكوك داينامكس بتاعه الفيرست الاتش 2 ريسبتور بلوكرز. الاستخدامات بقى، استخدامات الانتي هيستامين. الانتي هيستامين استخداماتها اول حاجه الاليرجيك رياكشن، تفاعلات الحساسيه. الانتي هيستامينك ايجنتس دي حاجات اول حاجه تم استخدامها علشان تمنع الاعراض بتاعه الاليرجيك رياكشن. اول حاجه خالص واول ادويه تم استخدامها في الموضوع ده هي الانتي هيستامين. طب ايه هي الاليرجيك رياكشن؟ ايه هي تفاعلات الحساسيه؟ اول حاجه الاليرجيك رينايتس او الهاي فيفر، حمى القش، او الناس اللي عندهم حساسيه او حساسيه من الجيوب الانفيه واللي اسمها اليرجيك رونايتس. الانتي هيستامينيك ايجنتس تعتبر سكند لاين دراج في بعد الجلوكوكورتيكويدز، بعد الكورتيزونات، في استخدامها اللي بتستخدم في النزل السبري في علاج الاليرجيك رونايتس. يعني الانتي هيستامينيك بتستخدم ولكن سكند لاين بعد الكورتيزون اللي بيتم استخدامه كبخاخات في الانف علشان الاليرجيك رونايتس. ارتكاريا، الناس اللي هم عندهم ارتكاريا الهرش والحاجات دي، الانتي هيستامينيك ده فيرست لاين بيتم استخدامه قبل ما يتعرضوا للحساسيه، فبيتم الحفاظ عليه ان هم ما يجيلوش الارتكاريا دي. سكند جنريشن انتي هيستامينيك افضل لو تم استخدامها للناس اللي عندهم كرونيك ارتكاريا. الناس اللي بيعانوا من كرونيك ارتكاريا يفضل ان انا استخدم له حاجه سكند جنريشن، حاجه ما تسببلوش نعاس. الاتوبيك درماتيتس الفيرست جنريشن يفضل استخدامها في الاتوبيك درماتيتس. ليه؟ لان الاتوبيك درماتيتس ده نوع من انواع الدرماتيتس هنتكلم عنه ان شاء الله في جزء درماتولوجي. يفضل ان انا استخدم له حاجه زي الدايفين هيدرامين. ليه؟ لان هقلل له موضوع التفكير ان هو يهرش، لان الناس اللي عندهم اتوبيك درماتيتس على طول هو بيعاني من الهرش. فانا عايز ادي له حاجه اولا انتي هيستامينك، ثانيا تهديه شويه وتعمل له سيديشن وتعمل له تاثير اللي هو اللوكال انستيزيا، وتاثير ان هو ما يحسش ان هو او ما يفكرش ان هو عايز يهرش.
تمام، دي حاجه كويسه ان انا اوصفها له في حاجه زي كده. بالنسبه للبرونكيال ازمه والانجيو اديما، البرونكيال ازمه والانجيو اديما الانتي هيستامينيك ما تبقاش ملهاش اي تاثير لو تم استخدامها لوحدها. ليه؟ لان الناس اللي بيعانوا من البرونكيال ازمه وانجيو اديما بيعاني من خروج الهستامين وخروج اذر انفلاماتوري ميدييتور. طب انا قفلت شغل الهستامين، طب انا فين الحاجات التانية؟ ما الحاجات التانية شغاله في الازمه وشغاله في الانجيو اديما، زي اليوكوترينز شغاله في الازمه والبراديكانين شغاله في الانجيو اديما. طب انا عايز حاجه تقفل الكل، يبقى انا لو استخدمت الانتي هيستامينك لوحده في الموضوع ده طبعا هيبقى ان افكتيف، لازم استخدمه مع الحاجات التانية. ده بالنسبه لاول استخدام. تاني استخدام للانتي هيستامينك هو الموشن سيكنس والفيستيبولار ديس اوردرز. اتفقنا في شرحنا في قبل كده في صفحه 52 شرحنا اللي هو السكوبولامين، وان السكوبولامين ده بيستخدم في الموشن سيكنس. عندنا بقى الحاجات اللي بتستخدم في الموشن سيكنس كلها السكوبولامين وبعض الادويه من الفيرست جنريشن، خاصه الدايفين هيدرامين والبروميسين، ده موست افكتيف ان هما بيمنعوا الموشن سيكنس. طب عندنا حاجات تانية زي السيكليزين والميكليزين، دي ليها بتمنع الموشن سيكنس ولكن ليها ليس سيديشنز عن الدايفين هيدرامين. يبقى انا لو في حد عايز ياخد حاجه للموشن سيكنس ما يسببلوش نعاس ياخد السيكليزين والميكليزين، لو واحد عايز ياخدهم مش فارق معاه ان هو يبقى في سيديشن او كده ياخد الدايفين هيدرامين او البروميسازين. طب ثالث حاجه نوزيا والفوميتنج ديورنج بريجننسي، الناس اللي هم ستات الحوامل اللي عندهم نوزيا وفوميتنج، لان في الفيرست ترايمستر اول 3 شهور في الحمل الست الحامل على طول بتعاني من نوزيا وفوميتنج، في الصباح الباكر بتعاني من نوزيا وفوميتنج. ففي ادويه مشهوره جدا بتحتوي على انتي هيستامينك زي الميكليزين والسيكليزين والدوكسلامين، الثلاث ادويه دول بيضيفوهم يعني بيضافوا مع دواء اخر اللي هو فيتامين بي 6، لان الفيتامين بي 6 ليه تاثير ان هو بيمنع النوزيا والفوميتنج ولكن الميكانيزم غير معروف حتى الان. الفيتامين بي 6 بيضيفوه للثلاث ادويه دول، وفي براندات مشهوره جدا يتم استخدامهم في النوزيا والفوميتنج عند ستات الحوامل. يبقى انا دلوقتي عندي دواء مضاد للهستامين يتم استخدامه في النوزيا والفوميتنج. حاجه سومنيفيسانت يعني حاجه هيبنوتيك، حاجه منومه. عندنا حاجات ليها سترونج سيداتيف افكت زي الدوكسلامين والدايفين هيدرامين، ليها سترونج سيداتيف افكت، دي بتستخدم كمنوم وكمهدئ. دي كل الاستخدامات بتاعه الانتي هيستامينك، سواء كانت اتكلمنا على الفيرست جينيريشن والسكند جينيريشن، ولكن الاستخدامات دي غالبا اللي هي معظم الاستخدامات بتبقى في الفيرست جينيريشن نتيجه ان هي شغلها داخل السنترال نيرفوس سيستم. طب هنيجي نتكلم بقى عن الكونترا انديكيشن. الفيرست جينيريشن انتي هيستامينك كونترا انديكيتد فين بقى؟ عند الناس اللي هم بيشتغلوا في شغلانه تتطلب ان هم يبقوا فايقين وصحيين. يعني ايه؟ يعني واحد سواق مثلا، السواق ده على طول هي دي شغلته وظيفته، يفضل مصحصح ويفضل سايق. طب انا لو اديته حاجه انتي هيستامينك فيرست جينيريشن، طب انا دلوقتي هيحصل له ايه؟ ممكن يحصل له سيديشن وينام. طب لو نام ده خطر على صحته وخطر على الناس اللي معاه، يبقى دي حاجه كونترا انديكيتد. تمام، ان العمال اللي بيشتغلوا في مصانع تحت مكن مثلا بيقطع خشب، مكن بيقطع حاجه، المكن اللي هو في خطوره متطلب عامل لازم يبقى فايق وعارف ايده بتروح فين وعارف هو بيشتغل ازاي على المكنه، فما ينفعش اديله حاجه فيرست جينيريشن. يبقى المفروض ان انا اديله ايه؟ اديله حاجه كمان سكند جينيريشن، ولكن ابقى متاكد ان هو كمان ياخده مش وقت الشغل. تمام، لان انا خايف ان انا اديله حاجه كمان سكند جينيريشن ممكن يحس ايه؟ يحس بسيديشن او كده. فدي حاجه من الحاجات الكونتر انديكيشن، خاصه الفيرست جينيريشن يا جماعه حاجه مهمه جدا. التوكسيستي دي من الحاجات المهمه. في بيحصل سيستميك اكيوت توكسيستي للفيرست جينيريشن، خاصه عند الاطفال الصغيرين، بيؤدي الى كونفولشن وهلوسينيشن واتاكس. يعني بيحصل له الطفل ده لو خد جرعه عاليه جدا سيستميك من الفيرست جينيريشن ممكن يؤدي الى الموضوع ده. ازاي؟ وبتحصل وحتى هذه اللحظه بتحصل في حقن اسمها ايمتريكس. ايمتريكس دي حقن، تمام، بتحتوي على ماده من المواد بتاعه الفيرست جينيريشن. ومعلش احنا ذكرنا البراند نيم هنا وبنذكره لان دي حاجات حصلت كتير، في حاجات كتير حصلت بموضوع الحقنه ده. الحقنه دي المفروض ان هي للترجيع علشان فيها ماده من ضمن المواد اللي اتكلمنا عليها هي بتستخدم للترجيع. طب الحقنه دي المفروض ان هي ما تتاخدش للاطفال تحت 6 سنين. ليه بقى؟ لان احنا اتفقنا ان الاطفال اللي هم تحت 6 سنين او الاطفال اللي فيه ممكن يحصل توكسيستي للفيرست جينيريشن لو اتاخدت سيستميك، فالحقنه دي هيتاخد سيستميك. لو الدوز عاليه ايه اللي هيحصل؟ الفيرست جينيريشن اللي في الحقنه ده هيعدي فين؟ هيعدي في البلاد برين بارير ويدخل. طب لما يعدي في البلاد برين بارير ويدخل هيشتغل على المسكنك ريسبتور، هيعمل ايه؟ هيعمل التوكسيستي اللي انا بكلمك عليها دي، اللي هيعمل كونفولشن وهيعمل. وفي حالات كتير تم رصدها ان الدكتور الطبيب ادى حقنه الترجيع لطفل كان بيرجع بيعاني من ترجيع، اداله الحقنه دي، طبعا ما حسبش الجرعه مظبوط، خد جرعه عاليه جدا، عاليه بكتير جدا عن الجرعه اللي المفروض ياخدها، فبالتالي حصل التوكسيستي بتاعه الفيرست جينيريشن ابتدت تتم ملاحظتها على هذا الطفل.
طب ايه هي الحاجه الاكثر امانا للاطفال؟ هنشرحها ان شاء الله في الحلقه الجايه. حاجه اسمها اوندانسترون، او العيله اللي هي بيندرج اليها الاوندانسترون، دي اكتر حاجه امنه، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل. ولكن حبيت ان انا اذكر البراند ده، اذكر المثال ده، لان دي حاجات اترصدت فعلا، وحاجه لازم نعرفها ونركز. ما ينفعش يا جماعه ندي الحاجات اللي هي الحقن اللي بتحتوي على الفيرست جينيشن، اللي هي المسؤول بتستخدم في الترجيع، فاش ان احنا نديها للاطفال، لان الاطفال هيحسوا بالدوز، ولو ما حسبتش الجرعه مظبوطه واديت جرعه عاليه هيبدا يتاثر بالتوكسيستي بتاعت الفيرست جينيريشن. طب الدراج انتر اكشن، الفيرست جينيريشن بيحصل لها دراج انتر اكشن مع الحاجات الاتيه، مع الانكزيوليتيك والهيبنوتيك دراجز، الحاجات المنومه والمهدئه. لو اديته مع الفيرست جينيريشن ما اكيد هو هينام اكتر، لان انا بدي له حاجه مهدئه وهو اصلا بياخد حاجه هتنومه او هتساعده على التهدئه. طب مع الماو انهبيترز هيزود الانتي كولينرجيك افكت، مع الكولين ستريز انهبيترز زي الحاجات اللي هي الدونيبزيل والرايفاستيجمين والجلانتامين، الحاجات دي كلها المفروض ان هي ايه، المفروض ان هي هتزود الاستالكولين، الاستالكولين في البرين، فانا بدي له حاجه بتقفل الماسكرينك ريسبتور في البرين، فهيديني ايه، هيقلل الافكت او الكولينرجيك افكت بتاع الادويه دي. السكند جينيريشن الترفينادين، يبقى انا دلوقتي دي كلها حاجات خاصه بالفيرست جينيريشن. الحاجات دي الترفينادين ده الوحيد من السكند، هو كده كده مش موجود حاليا يعني. الترفينادين ده بيتم كان بيستخدم قبل كده، فبيعمل دراج انتر اكشن مشهور جدا مع الادويه اللي هي ليفر مايكروزومال انزيم انهبيترز زي الاريثرومايسين زي الكيتوكنازول، لانها الحاجات دي بتمنع الميتابوليزم بتاع الترفينادين، فالترفينادين لما بيزيد هيشتغل ويقفل بلوك الصوديوم، سوري البوتاسيوم شانل، فلما تقفل البوتاسيوم شانل هيعمل اريزميا وهيزود الكيو تي، هيعمل برولنجيشن للكيو تي انترفال، وهيعمل مشاكل وهيعمل كارديو توكسيستي. ده بالنسبه لكل المعلومات او كل الحاجات اللي احنا ممكن المهم ان احنا نعرفها عن الادويه اللي هي انتي هيستامينيك، اللي هي بتقفل الاتش 1 ريسبتورز. رقم بي اتش 2 ريسبتور انتاجونيستس، العيله دي من الادويه بتقفل شغل الهيستامين على الجاستريك بارايتال سيل، فهتقلل انتاج الاتش سي ال او الجاستريك اسيد اللي هو الحمض المعدني. العيله دي بتضم اربع ادويه، عندنا السايميتيدين هو اول واحد تم اكتشافه وتم استخدامه، وبعد كده الرانيتيدين والنيزاتيدين والفاموتيدين. فاكرين يا جماعه لما جينا شرحنا البروبرانولول، فاكرين العالم اللي اكتشف وطور البروبرانولول هو كان جيمس بلاك اللي خد جائزه نوبل، هو نفس العالم اللي اكتشف السايميتيدين كاول مركب يرتبط بالاتش 2 ريسبتور ويعمل له بلوك، هو نفس العالم اللي طور بروبرانول او اكتشف السايميتيدين وتم طور السايميتيدين او اكتشفه، وكان ده لصالح شركه جي اس كي. السايميتيدين ده حاليا بعض دول كتير جدا ابتدت تم استبداله طبعا، لان في سايد افكتس هتكلم عنها، وموجود حاليا استخدامات الرانيتيدين والنيزاتيدين والفاموتيدين عن السايميتيدين، وفي بعض وممكن يبقى موجود، ما زال موجود السايميتيدين في بعض الدول البسيطه جدا. طب الاربعه دول بيتم امتصاصهم اورالي، هنتكلم بقى على الفارماكو كاينيتكس. سايميتيدين والرانيتيدين والفاموتيدين الثلاثه دول ليهم فيرست باس افكت ميتابوليزم، حوالي 50% البايو افيلابيلتي بتاعتهم بتقل عشان فيرست باس افكت ميتابوليزم، اما النيزاتيدين ده ليتل فيرست باس افكت ميتابوليزم، الهاف لايف بتاعتهم من ساعه وواحد من 10 الى 4 ساعات، ده الهاف لايف، ولكن ديوريشن اوف اكشن بتاعتهم بتعتمد على الدوز بتاعت، يعني الديوريشن اوف اكشن بتعتمد على الدوز. لو في واحد عنده مشاكل في الرينال او مشاكل في الليفر بيحصل له دوز ريدكشن. طب ايه هي الدوز المعتاده او الريليتيف بوتنسي او البوتنسي بينهم وبين بعض؟ لو جينا قسمناهم كده في الجدول اللي قصادنا، هنبالاول كده السايميتيدين والرانيتيدين والنيزاتيدين والفاموتيدين. على فكره يا جماعه الرانيتيدين نفس الشركه برضو اللي طورته، هي شركه جي اس كي، لما اكتشفت مشاكل في السايميتيدين ابتدت تطور في الاستراكشر وابتدت تنتج اللي هو الرانيتيدين، وهنتكلم طبعا عن المشاكل اللي هو بيعملها السايميتيدين. طب السايميتيدين يعني هنقول ان البوتنسي بتاعته واحد، القوه بتاعته واحد، الرانيتيدين اكتر 4 على 10 مرات منه، النيزاتيدين 4 على 10، الفاموتيدين 20 ل 50، يبقى اقوى واحد فيهم او البوتنسي بتاعته اقوى واحد فيهم الفاموتيدين، لذلك هنلاقي الدوز بتاعته قليله او الملي جرامات اللي بتتاخد اقل بكتير من الحاجات دي. طب الدوز بتاعت الكلام ده ايه؟ اليوجوال دوز 400 ملي جرام مرتين في اليوم، لو هياخد سايميتيدين هياخد 400 ملي جرام مرتين، لو هياخد مره واحده وقت النوم بالليل يعني ياخد 800 ملي جرام. رانيتيدين في منه تركيزين، في 150 وفي 300، 150 مرتين في اليوم، 300 في فتره نهار، يبقى لذلك الدوز دلوقتي الديوريشن اوف اكشن اعتمد على ايه؟ اعتمد على الدوز. يبقى انا لما اديله 150 ملي جرام يبقى الديوريشن بتاعه هيستمر لغايه نص اليوم، فلازم ياخد 150 تاني، يبقى يومين. ال 300 الديوريشن اوف اكشن هيعتمد ان هو هيشتغل، الديوريشن اوف اكشن هيبقى اكتر، يبقى طول لما الدوز بتزيد الديوريشن اوف اكشن هيزيد. النيزاتيدين 150 مرتين 300 بالليل فقط مره واحده في اليوم، فالموتيدين 20 ملي جرام مرتين 40 ملي جرام بالليل، هنلاقي ان لنا الملي جرامات قلت لان البوتنسي بتاعته اقوى. السايميتيدين موجود في صوره انجكشن 50 ملي جرام، الرانيتيدين 50 ملي جرام، النيزاتيدين ما فيهوش صوره او نوت افيلبل في بارنترال دوزج فورم، الفاموتيدين 20 ملي جرام. ده بالنسبه كده للفارماكو كاينيتكس بتاعه العيله دي. بعد كده هنتكلم على الميكانيزم اوف اكشن. الميكانيزم اوف اكشن
زي ما احنا شايفين في الصوره دي، صوره للفاندس اوف ذا ستومك. هنا البلاد فيزل، هنا الانتيروكروموفين لايك سيل اللي هي الخضره دي، هنا البارايتال سيل جاستريك بارايتال سيل، هنا البامب اللي بيخرج من اهل اتش ويرتبط بالسيل ويكون اتش سيل في المعده داخل المعده، لان الاتش هي اللي بتخش وتطلع من البامب ترتبط بالسيل داخل المعده. تمام. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هنا في على الجاستريك بارايتال سيل هنا في بعض ريسبتورز، هنا هنا الكولينرجيك ريسبتورز، وهنا الاتش 2 ريسبتورز، وهنا الجاسترين ريسبتورز اللي مرتبط بالجاسترين. في عندي هرمون اسمه الجاسترين، هرمون الجاسترين ده بيرتبط دايركت هنا بالبارايتال سيل فبيزود الريليز بتاع الاتش بروتون، وبيرتبط ايضا بالانتيروكروموفين لايك سيل، في هنا ريسبتورز على الانتيروكروموفين لايك سيل بيرتبط الجاسترين هنا، ولما بيرتبط بيعمل ستيموليت للانتيروكروموفين لايك سيل ان هي تزود الهيستامين ريليز. ايضا الباراسمباثيك او الفيجاس باراسمباثيك نيرف بيعمل ايه؟ بيزود الاستايل كولين، لما يحصل له ستيميليشن بيزود الاستايل كولين. فالاستايل كولين بيرتبط بطريقين، الطريق الاول ان هو يرتبط دايركت بالبارايتال سيل فهيزود السكريشن بتاع البروتون دايركت كده، وبيرتبط ايضا بالانتيروكروموفين لايك سيل فهيعمل ايه؟ فهيزود الريليز بتاع الهيستامين. والهيستامين لما يحصل له ريليز هيشتغل على الاتش 2 ريسبتور اللي موجوده في البارايتال سيل، وده اكزايتاتوري ريسبتور ومنتشر بكميه كبيره جدا في البارايتال سيل، فهيزود الريليز بتاع البروتون اللي هو الاتش اللي هيرتبط بالسي ال فهيكون الحمض المعدي. طب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ اللي هيحصل ان انا هقفل الريسبتور ده، فلما اقفل الريسبتور ده في البارايتال سيل هنا هعمل ايه؟ هعمل سبريس لحاجتين، البيزل اتش سي ال، البيزل اتش سي ال والميل ستيميوليتد اتش سي ال. يعني ايه الكلام ده؟ في عندي اتش سي ال على مدار ال 24 ساعه بيتم افرازه بكميات قليله جدا، الاتش سي ال بيتم افرازه على مدار ال 24 ساعه بكميات قليله جدا، ده بطلق عليه اسم بيزل اتش سي ال، اللي هو بيزل على طول بيبدا ان هو يعني ما بيزيدش ولا هو بمعدل ثابت يتم افرازه على مدار ال 24 ساعه. اما الاستيموليتد ميل اتش سي ال اللي هو بعد الوجبه بقى، بعد الوجبات الزياده او الافراز بيبقى زياده. فلما نقفل هنا الريسبتور، هنا اقفل الريسبتور وامنع شغل الهيستامين، فانا منعت البيزل ومنعت الايه اللي هو الاستيموليتد افتر ميل. طب هنا هيمنع حوالي من 60 ل 70% من خروج الاسيد في اليوم، يعني من 60 لما اقفل الريسبتور ده 60 ل 70% من الاسيد اللي هو الاتش سي ال تم منعهم ان هم يخرجوا، يعني قل بنسبه 60 ل 70%، دي نسبه كبيره جدا وحاجه افكتيف جدا، لذلك الادويه دي هي ادويه افكتيف. طب الاستخدامات بتاعتها هتستخدم في ايه؟ هتستخدم في البيبتيك السر ديزيز، وان شاء الله يا جماعه احنا كده كده هنشرح الادويه دي او هنشرح الموضوعات بقى متخصصه لما نخش في الكلينيكال فارماكولوجي، هنشرح جزء في شابتر الجي او تي هنشرح البيبتيك السر ديزيز. الحاجات دي بتستخدم في الناس اللي عندهم قرحات في قرحه في المعده، ليه؟ لانها بتقلل الاتش سي ال فبتزود الهيلنج، بتسمح بان هي الهيلنج بيزيد سواء كان الالسر دي في الديودنال او في الجاستريك. ولكن في عندي كلاس تاني من الادويه اسمه بروتون بامب انهبيترز، اللي هو بيمنع البامب دي او يقفل البامب دي، هي افضل من الاتش 2 ريسبتور بلوكرز. ليه افضل؟ لانها بتمنع الريكرنس، يعني ممكن يحصل ريكرنس الالسر، ممكن يحصل لها ريكرنس، وخاصه الالسر اللي هي الاكيوت السر اللي بتحصل نتيجه النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز السر اندوسد السرز، ودي كلاس من الادويه هنشرحه بعدين. والالسر اللي هي بتسبب بواسطه بكتيريا اسمها هيليكوباكتر بايلوري او اتش بايلوري اللي هي بكتيريا الحلزونيه، برضه هنشرحها في جزء الجي اي تي. الموضوع ده هيتم شرحه كويس في الكلينيكال فارماكولوجي، ولكن احنا بنقول بشويه معلومات بسيطه مش عايزين ان احنا نتعمق فيها، هنتعمق فيها بعدين ان شاء الله. طيب الاتش 2 ريسبتور بلوكرز بتستخدم ايضا في مرض اسمه زولينجر اليسون سيندروم. زولينجر اليسون سيندروم ده مرض عباره عن تيومر في خلايا في البنكرياس اللي هي المسؤوله عن افراز الجاسترين، فالمريض ده بيبقى عنده جاسترين كتير جدا. طبعا الجاسترين لما يزيد هيشتغل طبعا على الريسبتور هنا والريسبتور هنا، فهيزود الهيستامين بطريقه كبيره لان هو شغال على الريسبتور اللي في الانتيروكروموفين لاكسل. فطبعا الادويه دي ممكن تبقى افكتيف في مريض اللي هو زولينجر اليسون سيندروم. دي اول استخدام. تاني استخدام في حاجه اسمه جاسترو ايزوفيجال ريفلكس ديزيز اللي هو جارد، بيختصر ب جي اي ار دي اللي هو جارد، جاسترو ايزوفيجال ريفلكس ديزيز. ده عباره عن مرض مزمن ليه اعراض مزمنه، من اشهر اعراضه ان بيحصل هارت بيرن اللي هو المريض بيحس بحرقان في فم المعده عنده. طبعا انا ادي له الادويه دي اللي هي H2 انتاجونست H2 بلوكرز هتبقى كويسه، ولكن هيحس بالريليف بالسيمبتومز دي بعد 45 دقيقه. ليه بعد 45 دقيقه؟ لان انا هو كده كده عنده الاسيد زياده، انا همنع الاسيد تمام، ولكن الاسيد زياده ده هيستغرق 45 دقيقه عشان يفضل يقل. يبقى الحته دي نفهمها كويس، انا لو اديته الادويه دي في المريض اللي عنده حرقان في المعده، يعني عنده هايبر اسيديتي، عنده زياده في افراز الحمض، انا هقلل افراز الحمض، ولكن اوريدي موجود حمض، فانا بالتالي
المريض مش هيحس بتحسن غير بعد 45 دقيقه. لذلك يفضل ان انا اديله اي حاجه انتي اسيد، الحاجات اللي هي مضاده للحموضه اللي هي بتعمل نيوتراليز للاكزيس اتش سي ال، وده حاجه تمبرري هتعالج الموضوع تمبرري، او ان انا اديله طبعا المريض ده بيبقى يفضل ان انا اديله البروتون بامب انهبيتورز. في عندي استخدام رقم 3 نون ألسر ديسبيبسيا، الناس اللي عندهم عسر هضم ناتج عن مفيش ألسر، يعني ناتج نوت كوزد باي بيبتيك ألسر، ده بتبقى من ضمن الحاجات اللي بيتم استخدامها وبتتوصف في الاوتو سي كالناس اللي عندهم عسر هضم ان هم ممكن ياخدوا زي فورات بتحتوي على احد افراد العيله دي اللي هي زي الرانيتيدين مثلا. اكيوت ستريس ألسر، الاكيوت ستريس ألسر في بعض الناس بيجي لهم ألسر اكيوت، يعني في يعني الالسر ده عباره عن ايه؟ ان الميوكوزال ميمبرين اللي موجود في المعده، البروتكتيف ميمبرين اللي موجود في الاستومك من الداخل، اتجرح او اتخدش او حصل فيه جرح او كده، فبيبقى فيه بليدنج او الكلام ده كله. بياخدوا بقى الحاجات دي اي في، ما بتاخدش طبعا عن طريق الاورال، لو كان بيتاخد اي في انفيوجن عشان يحصل يمنع الالسر دي ويحاول ان هي يحصل لها مانجمنت او تريتمنت، ولكن البروتون بامب انهبيتورز برضه هي افضل في الحاله دي. ده بالنسبه لاستخدامات العيله دي. السايد افكتس بتاعت العيله دي هي تعتبر من الحاجات اللي هي اكتر الادويه امانا، يعني من الادويه اللي ليها امان كتير والاعراض الجانبيه بتاعتها قليله جدا، اقل من ثلاث، بتظهر عند اقل من 3% وبتبقى غالبا عباره عن دايريا وهيديك وفتيك. ولكن عند السايميتيدين اللي هو اول واحد تم اكتشافه بيؤدي الى بعض المشاكل. ايه هي المشاكل اللي بيعملها السايميتيدين؟ لذلك في بعض الدول كتير جدا منعت السايميتيدين او مش موجود فيها او مش متوفر فيها لان المشاكل دي، لان السايميتيدين بيرتبط بالريسبتورز بتاعه الداي هيدروتستوستيرون ريسبتورز، والداي هيدروتستوستيرون ريسبتورز ده هو الاكتيف فورم بتاع الاندروجين اللي هو الاكتيف فورم بتاع التستوستيرون، فبالتالي لما يرتبط يبقى ليه انتي اندروجين افكت، يبقى معنى كده ان التستوستيرون مش هيشتغل في الشخص ده، خاصه لو الشخص ده كان ميل، فهيعمل له امبوتنس، وكمان مش كده وبس، ده بيزود البرولاكتين هورمون، فهيعمل ايه بقى؟ يعني البرولاكتين كده كده بيعمل امبوتنس، وهو السايميتيدين قفل الريسبتورز بتاعه الداي هيدروتستوستيرون، فعمل مشاكل كتير. اولا زود البرولاكتين اللي هو اصلا بيعمل امبوتنس، كمان هو قفل التستوستيرون فهو عمل امبوتنس كمان، ومش كده وبس، لما البرولاكتين يزيد هيعمل ايه في الميل؟ هيعمل جاينيكوماستي، يعني هيزود حجم الثدي عند الرجال. اما بالنسبه للسيدات لما يزيد البرولاكتين هرمون هيعملهم جلاكتوركيا وهيعملهم امنوركيا، تمام؟ دي السايد افكتس المشهوره جدا للسايميتيدين، ولذلك شركه جي اس كي اول ما نزلته والسايد افكتس دي كلها ابتدت تظهر والموضوع ده ابتدى يبقى واضح جدا، ابتدت تطور ابحاثها ان هي تنتج ماده الرانيتيدين وتوقف شغل او توقف صناعه السايميتيدين، وابتدت تنطلق بقى من تنطلق في صناعه الرانيتيدين، وابتدى ينزل اللي هي الرانيتيدين والفاموتيدين والميزاتيدين. بيحصل الرابيد اي في انفيوجن للحاجات دي ممكن تعمل ايه؟ تعمل براديكارديا وهايبوتنشن. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الاتش 2 ريسبتور دي موجوده برضو في الهارت، فليها ايه؟ ليها كارديك ستيمولاتور في الهارت، فانا لو قفلتها قفلت الاتش 2 ريسبتور اللي هو المسؤول على الكارديك ستيمولاتور اللي هو الاستامين، انا كده ايه؟ عملت براديكارديا وهايبوتنشن، تمام؟ نتيجه ان انا قفلتهم، وده التاثير ده بيبقى ضعيف شويه، وبيحصل في الرابيد اي في انفيوجن، رابيد ان في اي في انفيوجن، وده ده تاثير ريرلي، تمام؟ ولما بيحصل بيبقى حاصل نتيجه الرابيد اي في انفيوجن. بالنسبه للبريجننسي العيله دي كلها كاتيجوري بي، ولكن يتم استخدامهم ايضا تحت اشراف طبيب، لان في حاجات افضل من كده زي حاجات بتعمل نيوتراليز الاسيد وكده بتبقى افضل شويه ان البريجنسي ممكن ياخدوها، ولكن الحاجات دي كلها لو استخدمت هي كاتيجوري بي. بالنسبه للدراج انتر اكشن، دراج انتر اكشن السايميتيدين من ضمن المشاكل بتاعته ايضا ان هو بيعمل ايه؟ ان هو بيعمل انهبت للسيتوكروم بي 450، طبعا ده من ضمن الانزيم اللي هو بيمسؤول عن اوكسيديشن لحاجات كتير جدا زي الوارفارين والفينيتوين، يعني لو تم استخدام الوارفارين والفينيتوين مع السايميتيدين الوارفارين والفينيتوين الميتابوليزم بتاعهم هيقل. حاجات بقى دراج انتراكشن خاص بكل العيله دي ما عدا الفاموتيدين بيعملوا ايه؟ بيعملوا انهبت الفيرست باس ميتابوليزم بتاع الايثانول، الايثانول اللي هو الالكول اللي هو الكحولات اللي هو بيبقى فيه ايثانول، الايثانول الميتابوليزم بتاعه هيقل، كلهم بيعملوا كده ما عدا الفاموتيدين، ودي وخاصه في الوومن، فبالتالي لو واحده ست بتشرب كحولات وخدت حاجه زي الرانيتيدين او كده لو الايثانول اللي موجود هنا هيحصل له الميتابوليزم بتاعه هيقل، فهيزيد الايثانول توكسيستي، فهيعمل ايه؟ هيزيد في البلد فهيعمل ايه؟ توكسيستي. بالنسبه لتفاعل اخر للعيله دي الاتش 2 ريسبتور بلوكرز كلها بتتخانق مع الكرياتينين والبروكيناميد، ده من ضمن احد الادويه في الرينال تيوبولار سكريشن،
ودي حاجه ما هياش مؤثره قوي يعني، ولكن احنا حبينا ان احنا نذكر كل دراج انتراكشن دي بالنسبه للموضوعات دي كلها بالنسبه للعيله بتاعه الاتش 2 ريسبتور بلوكرز. اخر سلايد معانا في حلقتنا قبل فقره الصيدليه هو ان احنا نقفل الاتش 3 والاتش 4 اللي هو اتش 3 اند اتش 4 ريسبتور انتاجونيستس. العيله دي بالذات او الريسبتورز دي حتى هذه اللحظه ما زال العلماء لسه بيكتشفوا فيها كل يوم جديد، او بيحاولوا يشوفوا ليجند ترتبط بالريسبتورز دي سواء كان اجونست او انتاجونست. ولكن انا عندي دواء هنا مهم جدا انا عايز او ابقى عايز اعرفه، هو البيتا هستين. البيتا هستين ده موجود في براند مشهور جدا هو البيتا سيرك. البيتا هستين ده هو يعتبر دواء اسمه انتي فيرتيجو دراج، يعني دواء مضاد للدوار بيستخدم عشان البالانس ديس اوردرز، الناس اللي عندهم مشاكل في البالانس، الناس اللي هم عندهم خلل في الاتزان اللي هو بيحس بدوخه لما يقف، بيحس في بيحس ان هو يعني على طول عنده دوار ودماغه دايخه ومش قادر يعني يقف كده ويبقى واقف وثابت. ده بالناس الناس اللي عندهم المشاكل دي بيتوصف لهم الدواء ده، وخاصه الناس اللي بيعاني من مرض اسمه مينيرز ديزيز. مينيرز ديزيز ده مرض تم تسميته على حسب الدكتور او الطبيب اللي اكتشفه. الميكانيزم اوف اكشن بتاع البيتا هستين هو عباره عن ايه؟ هو ان هو بيشتغل سترونج انتاجونست على الاتش 3 ريسبتور، وبيشتغل شويه ليه افينيتي شويه كاجونست افكت على الاتش 1 ريسبتور، ولكن شغله او استخدامه عشان هو انتاجونست على الاتش 3 ريسبتور. بيعمل ايه بقى البيتا هستين ده؟ بيعمل ايه؟ بيعمل فازو دايليتيشن بلاد فيزلز في الانر اير، بيعمل اتساع للاوعيه الدمويه في الانر اير، فبيعمل ريليف للبريشر والاكزيس فلويد اللي موجوده في الانر اير. طب علشان نفهم الموضوع ده عايزين نفهم ايه هو مرض مينيرز ديزيز كمعلومه مختصره. ده الشكل الطبيعي للانر اير اللي هي الاذن الوسطى، وكلنا عارفين من واحنا في ابتدائي ان الاذن الوسطى هي المسؤوله عن الاتزان بتاع الشخص، بيبقى فيها فلويد كده هو المسؤول عن الاتزان ده. مينيرز ديزيز ده الناس اللي عندهم المرض ده بيبقى عندهم الفلويد ده زياده، شايفين هنا حجم الفلويد او الفلويد ده هنا فيه زياده وفي تضخم في الاوعيه اللي فيها الفلويد دي المسؤوله عن الاتزان، فبيبقى في مشاكل في الفلويد وفي بريشر زياده في الفلويد. كانوا بيعالجوا المرض ده في الاول عمليات جراحيه عن طريق ان هم يعملوا يحطوا كليب هنا او يستأصلوا جزء من الفلويد ده او يشيلوا جزء من الفلويد ده، ولكن حاليا بيتم استخدام الدواء ده اللي هو البيتا هستين. ليه؟ لانه بيشتغل على الاتش 3 ريسبتور، فبيعمل فازو دايليتيشن في المكان ده، فبيسحب شويه من الفلويد ده عن طريق بلاد فيزلز، فبيقلل البريشر وبيقلل الفلويد اللي محتبس او المحتقن او المحتجز في المكان ده، فبالتالي يتم استخدام هذا الدواء في هذا المرض، ويتم استخدامه ايضا الناس اللي بيحسوا بدوخه او بيشعروا بدوخه نتيجه الفازو دايليتيشن اللي بيعمله في الانر اير. ده بالنسبه للبيتا هستين او دواء اللي هو البيتا سيرك، ودواء مشهور جدا وموجود في الصيدليه طبعا، يعني بيتم استخدامه على نطاق واسع. في هنا معلومه برضو حديثه شويه، في دواء اخر اسمه تيبروليسانت. التيبروليسانت ده من ضمن الادويه اللي هم بيشتغلوا عليها لسه في الكلينيكال ترايلز في الفيز رقم 3، بيشتغلوا عليها ان هم يعالجوا بيه مرض سكيزوفرينيا والباركنسونيزم نتيجه ان هو بيشتغل على الاتش 3، هو انفيرز اجونست انتاجونست. ليه انفيرز اجونست انتاجونست افكت على الاتش 3؟ لسه الميكانيزمات مش واضحه والشغل مش واضح، ولكن هو دواء من ضمن الحاجات اللي بيشتغلوا عليها هو وادويه اخرى ايضا على الريسبتورز الاتش 3 والاتش 4. كده يا جماعه يبقى احنا انتهينا من حلقتنا النهارده، شرح حلقتنا النهارده. ما تبقي لنا فقط هي فقره الصيدليه. تعالوا بينا نشوف الصيدليه اللي هنركز فيها في الصيدليه على الحاجات المشهوره، علشان الناس بيشتتوه بالاسماء دي كلها، هنقول لهم الحاجات المشهوره ونوضح لهم في فقره الصيدليه. تعالوا بينا نتابع فقره الصيدليه. بعد كده هنخش في فقره الصيدليه. فقره الصيدليه معانا اول دواء درسناه او اخدناه هو الكلوروفينرامين، وده من اشهر الادويه بتاعه الفيرست جنريشن، موجود في براند اسمه انالارج. موجود انالارج ده من الحاجات اللي كان زمان قوي بتستخدم وما زال موجود حتى الان، ولكن شهره الكلوروفينرامين ان هو مشهور قوي استخدامه في ادويه البرد كاحد مكونات ادويه البرد. ادويه البرد بيبقى عباره عن كذا ماده، من ضمن المواد اللي بيتم استخدامها هو الكلوروفينرامين، ومن اشهرهم هو الكونجستال كدواء برد بيحتوي على الكلوروفينرامين. طبعا عرفنا ليه هو بيستخدم في ادويه البرد، ولكن اللي عايز اعرفه لكم ليه شركات الادويه بتستخدم الفيرست جنريشن وخاصه ماده الكلوروفينرامين، لانها ارخص ماده فيهم. لذلك ان الشركات طبعا هدفها هو كله ان الدواء يبقى افكتيف ويبقى فيه ربح، ولكن ما بيشوفوش موضوع السيديشن او حته السيديشن اللي بيحصل بتعملها الكلوروفينرامين. فبالتالي هنلاقي 90% و80% من ادويه البرد كلها بيتم استخدام ماده الكلوروفينرامين او ماده او اي ماده من مواد الفيرست جنريشن. ليه؟ لانها انكسبنسيف، مواد رخيصه ويعني سعرها احسن او افضل بالنسبه للشركه من ان هم يشتروا مواد خام زي السكند جنريشن، هيبقى تكلفتها اعلى بكتير. ده بالنسبه للكلوروفينرامين. ايضا من ضمن الفيرست جنريشن هو الهيدروكسيزين، هو الاتراكس، علبه صغيره كده بتحتوي على ماده الهيدروكسيزين كفيرست جنريشن اتش 1 ريسبتور بلوكرز. عندنا الدايمسينيدين هو الفينستيل، وده براند مشهور جدا وموجود في صوره شراب وكبسولات وجل، ولكن اشهرهم هو الجل.
اشهرهم هو الجيل. خلي بالكم يا جماعه، في فقره الصيدليه احنا بنقول الخبره العمليه، الخبره العمليه اللي الواحد مر بيها في السنتين اللي فاتوا، قدرنا ان احنا يبقى في شويه خبره عايزين ان احنا نحطها في الحلقات. فلما نقول ده اشهر حاجه، فاحنا هنبقى عارفين ان شاء الله لما نيجي نشتغل في الصيدليه هنلاقي ان الحاجه دي فعلا مشهوره. عندنا الكليماستين، ده تفاجيل من الحاجات المشهوره ايضا كبراند، موجود في صوره راسه في صوره حقن. ايضا عندنا الفينرامين افيل، زي ما احنا شايفين اقراص وحقن، ده من الحاجات المشهوره، مشهوره برضو من واشهرها هي الامبولات، مشهوره قوي الافيل امبولات بتتكتب كتير يعني. عندنا بقى بعد كده الحاجات اللي بتستخدم في النوزيا والفوميتنج، الدايفين هيدرامين. الدايفين هيدرامين موجود في مصر في براند اسمه درامينكس. درامينكس ده بيستخدم في الناس اللي بيبقوا يعني بيسافروا بيحسوا بدوار في السفر، او الناس اللي هم بيحسوا بدوار اللي هو دوار البحر. طب يخش لك واحد الصيدليه مشهور قوي الموضوع ده، يقول انا عايز، انا مسافر او بحس بدوخه او بحس ان انا برجع اثناء السفر وكده، فانت بتدي له الدرامينكس. ولكن الدرامينكس هو عباره عن دواء من الحاجات اللي هي الفيرست سيجيشن، ممكن ان هي تسبب سيديشن، تمام؟ ده بالنسبه للدرامينكس. وهنا حتى ان هم راسمين علامه زي دوار او كده على البراند ده او الدواء ده. عندنا السكليزين موجود في براند اسمه اميتريكس، في منه اقراص في منه امبولات. حذاره يا جماعه، حذاره حذاره حذاره، الاميتريكس امبولات تتاخد لطفل اقل من 6 سنين هيحصل اكيوت توكسيستي للفيرست ريجينيشن اللي هي عباره عن كونفالشن وممكن يخش في كوما. بلاش، الموضوع ده حصل كتير وناس كتير اتكلمت عليه. كان في حاجه يا جماعه زي الكورتيجين زمان موجوده للاطفال علشان الترجيع، ولكن ما عادتش موجوده دلوقتي. فالاطباء دلوقتي بيبقى قدامهم خيارين، خيار ان هم يكتبوا الايميتريكس، وخيار ان هم يكتبوا في حاجات غاليه شويه زي الاوندانسيترون والزفران، هي اكثر امانا طبعا سواء كان للاطفال او للستات الحوامل. ولكن هنا يعني الدكاتره بيستسهلوا وبيكتبوا الايميتريكس، فبتدي لهم الحقن غلط، الجرعات مش مظبوطه، فبيخش في موضوع التوكسيستي دي والكونفلشن. بعد كده هنتكلم عن اشهر دواء بيستخدم للستات الحوامل في الترجيع، هو النافيدوكسين. النافيدوكسين ده بيحتوي على ماده الميكلزين والبيرودوكسين اللي هي الفيتامين بي 6. انا بكلمك هنا كاشهر دواء بيخرج للستات الحوامل للترجيع. هل الاميتريكس ينفع؟ ينفع، ولكن انا بكلمك كاشهر دواء هتشوفه وانت في الصيدليه بيطلع او بيخرج للناس الستات الحوامل عندهم نوزيا وفوميتنج او بيحسب النوزيا وفوميتنج. بعد كده في ماده ثانيه اتكلمنا عليها لوحدها اللي هي السيبروبتادين، ليها انتي سيروتونين افكت، موجود في براند اسمه ترياكتين. ترياكتين ده موجود في مصر هنا في الصيدليه كانتي هيستامين، يعني مصنف كده كانتي هيستامين، لذلك ما زال موجود. كان من سنتين كان في ماده السيبروتادين ده موجود في دواء شرب اسمه تريزوريكس، مصنف في الصيدليه ان هو فاتح للشهيه للاطفال. التريزوريكس ده كان بيحتوي على ماده السيبروهيبتادين، من سنتين كان متوفر، ولكن وقبل سنتين بسنوات كان متوفر، ولكن ايه اللي حصل وخلاه يتسحب؟ اتسحب من وزاره الصحه المصريه تريزوريكس. ظهر فجاه احد الناس بيتكلم ان ماده السيبروهيبتادين بتعمل لما تستخدم للاطفال بتقلل هرمون النمو، وكان في ابحاث بتثبت الكلام ده. فعلا في ابحاث اثبتت الكلام ده، انا عملت سيرش على الموضوع ده، ولكن البحث ما هوش قوي، يعني ما هوش حاجه قويه تقدم. هو فعلا بيؤثر على الجلوكوز هرمون، ولكن تاثير غير واضح، تاثير غير كافي ان الشخص ده او الدواء ده يتسحب بالشكل ده او يتعمل عليه الشغل ده. في دول طبعا سحبت الدول ده، وكان وفي دول ما زالت بتستخدم السيبروهيبتادين كدواء شرب الاطفال فاتح للشهيه. الموضوع بقى اللي مش كويس، هو الفكره ان هو يتسحب ما فيش مشكله يتسحب، ولكن الموضوع مش كويس ان هو سبب ذعر الاهالي ناس كتير جدا. الموضوع تم استخدامه على نطاق واسع جدا في التوك شو اللي هو في الاعلام وفي برامج التوك شو، ان تخيلوا كده والد طفل بيستخدم الدواء ده لطفله عشان عنده نحافه او نحيف علشان يتخن او كده، وبيفتح التلفزيون والدواء قدامه، فبيقولوا له طبعا في الاعلام المذيع او المذيعه الدواء ده بيأثر على هرمون النمو، الاطفال مش هتقدر ان هي نموها يبقى كويس وكذا كذا كذا، وانتوا عارفين طبعا الكلام ده كله، فبالتالي هيحصل ذعر كبير جدا. ولكن في بعض الصيادله بياخدوا الاقراص اللي هي ترايكتين دي بيطحنوها وبيضيفوها على بعض الادويه الشرب كحاجه فاتحه للشهيه وبتبقى افكتيف. وزي ما قلت لكم موضوع الجروس هرمون ده موضوع بحث غير مؤثر، غير مؤثر، ممكن اي حد يعمل سيرش على الموضوع ده. ده بالنسبه للسيبروبتادين. بعد كده هندخل في موضوع ادويه هي سكند جنريشن ما بتسببش سيديشن، اشهرهم هو السيتريزين، هو الزيرتك، مشهور جدا في البراند ده، مشهور جدا يا جماعه في اقراص وكشراب للاطفال. عندنا الكيتوتايفين اللي هو الزادتين، طبعا اقراص، وزي ما احنا شايفين القطرات اللي هي بتستخدم للناس اللي عندهم حساسيه اللي هي حساسيه الاوفسالميك انتسمين، الحساسيه المضادات الحساسيه في العينين. عندنا اللوراتادين مشهور قوي، براند اسمه كلاريتين، مش عارف ليه الصوره ما فتحتش معانا هنا. كلاريتين ده من الحاجات المشهوره ايضا زي الزيرتك، ولكن اللي انا بستغربه ليه الكلاريتين هنا في مصر
في النطق او السبيلنج في اي، في اي هنا في مصر، مع ان هنا الشركه اللي بتصنعه في مصر واخده تصريح من الشركه الاصليه بره، الشركه الاصليه بره او كده، الكفر او الاسم بتاع الدواء كلاراتين بس بدون اي هنا في مصر في اي، مش عارف حاجه غريبه برضه. في عندنا هنا الايباستين هو الكستين، ده من ضمن الحاجات المشهوره كسكند جنريشن، ولكن طبعا شهره الزيرتك وشهره الكلاراتين اشهر بكتير من الموضوع ده، من اللي هو الكستين ده. بعد كده نتكلم عن القطرات اللي هي بتحتوي على المواد يتم استخدامها في العين، زي الاولوبتادين ده اللي هو البتانول، قطره مشهوره جدا قطره بتانول. عندنا ازيلاستين، ده قطره اسمها ازيلاست مشهوره ايضا. والقطره اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتحتوي على ماده الكيتوتايفين هو الزالتين، يبقى عندي ثلاث قطرات هنا من القطرات المشهوره يتم استخدامها. بعد كده عندنا حاجات ثيرد جنريشن، وفي كتب بتنقلها ان هي سكند جنريشن. عندنا الليفوسيتريسين اللي هو الير، ده من ضمن الحاجات ولكن مشكلته ان هو بيعمل شويه سيديشن. عندنا بقى الديسلوراتيدين اللي هو اريوس، طبعا مفيش اي مشاكل، مفيش اي سيديشن. الفيكسوفينادين تيلفاست موجود في صوره اقراص، موجود في صوره شراب، من اشهر الحاجات اللي ممكن تتوصف وحاجه امنه وحاجه كويسه جدا للاطفال. طبعا الحاجات دي كلها بتستخدم مره واحده في اليوم، والحاجات السكند جنريشن بتستخدم مره واحده في اليوم. بعد كده عندنا الحاجات اللي بتقفل اتش 2 ريسبتور. عندنا السايميتيدين اللي هو التاجميت، التاجميت ده ممكن يبقى موجود في بعض الدول، ولكن السايميتيدين كدواء يعني هو اتشال من دول كتير جدا. عندنا الرانيتيدين، زانتاج في منه مشهور جدا، هو اشهر حاجه في العيله دي، موجود منه تركيز 150 و300 اقراص، في منه كمان فوار زانتاج، وكمان موجود منه امبولات. عندنا الفاموتيدين انتودين 20 و40 كاقراص، وفي منه امبولات. عندنا النايزيتيدين اللي هو الس فري، دي كده من اشهر الحاجات اللي موجوده في العيله دي، واشهر طبعا البراندات فيه. طبعا يعني الرانيتيدين ده فيه براندات كتير جدا للرانيتيدين والفاموتيدين، يعني احنا بنتكلم على اشهر حاجه ممكن ان احنا نشوفها او ان احنا نشوفها في الصيدليه. كده يا جماعه بقى احنا حلقتنا انتهت، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله ما يكونش في حاجه صعبه عليكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وموضوع جديد من موضوعات الاوتاكويدز في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم. في حاجه يا جماعه كنت عايز اوضحها لكم، حلقه زي اللي قدمناها النهارده دي استغرق اعدادها وتسجيلها ورفعها اليوتيوب حوالي 4 ايام، مع العلم ان 70% من الداتا بتاعت الحلقه كانت متوفره عندنا، بمعنى ان 70% دي اللي هي الداتا اللي كانت موجوده في الحلقات القديمه وكانت موجوده في كتاب فارماجايد الاصدار الثالث اللي موجود حاليا في الاسواق. عملنا ايه للداتا دي؟ عملنا لها ابديت ووضحنا بعض المعلومات اللي ما كانتش واضحه، فالداتا زادت معانا بنسبه 30% اللي هي اتقدمت النهارده في حلقه النهارده. ومع ذلك مع اننا عندنا 70% من الداتا، ومع ذلك استغرق صناعه الحلقه واعداد الحلقه حوالي 4 ايام. ايه اللي بطلبه منكم؟ بطلب الناس اللي هي عجبها الفيديو ده او استفادت من الحلقه اللي اتقدمت النهارده هي تعمل لنا لايك على الفيديو على اليوتيوب. كمان بطلب من الناس اللي هي بتتابعنا ان هي تشترك في القناه بتاعتنا على اليوتيوب عن طريق ان هي تعمل سبسكرايب. ليه بنطلب اللايك والسبسكرايب على القناه؟ علشان القناه بتاعتنا ممكن تتعرض بعد كده ان هي ممكن تتعرض لمشاكل على اليوتيوب، وممكن تؤدي الى حذف القناه وحذف الاكونت بتاعنا على اليوتيوب. فاحنا الفيديو لما يبقى عليه عدد من اللايكات ويبقى القناه فيها عدد كبير من المشتركين، فده هيدعمنا على اليوتيوب ان هو ما يحصلش مشكله زي دي. دي اول حاجه كنت عايز اوضحها. في حاجه ثانيه، يا ريت الناس اللي بتتابعنا على اليوتيوب ممكن تعمل لنا تعمل شير للحلقات بتاعتنا على الفيسبوك، سواء كان على الجروبات هي مشتركه فيها او على جروبات للدفعه خاصه بيهم، بحيث ان الناس اللي ما تعرفش الفارما تيوب او مش بتتابع الفارما تيوب ان هي تستفاد بالفيديوهات اللي بنقدمها. يبقى هو كده ساهم ان هو ينشر فيديو افاد بيه البعض او في البعض استفاد منه عن طريق ان هو نشر الفيديو ده، وجزاه الله كل خير. دي الحاجتين اللي انا كنت عايز اوضحها لكم. ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده من حلقات فارما تيوب. اتمنى حلقه النهارده تكون عجبتكم، ونتقابل في حلقه جديده. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.